السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم زملكاوي على قناة نادي الزمالك. سعيد جدا بوجودي معاكم النهاردة، وسعيد أيضا هيكون معايا زميلي وأخويا الصغير كابتن الكبير كابتن عبد الواحد السيد. كابتن عبد الواحد كان زميلنا هنا في قناة نادي الزمالك، وأكيد يعني أخويا الصغير سنوات وسنوات من اللعب مع بعض في نادي الزمالك منذ أن كان ناشئا، ويمكن كمان كتير ما يعرفوش أن كابتن عبد الواحد سيد من الكباتن التاريخيين والأكثر حصولا على البطولات. يمكن أنا وهو أكثر اتنين لعيبة حصلوا على بطولات داخل نادي الزمالك. النهاردة كابتن عبد الواحد سيد متواجد مش بصفته الإعلامية، لأنه كان متواجد كتير في قناة نادي الزمالك كمقدم للبرامج، ولكن بصفته مدير للكرة في وقت حرج جدا جدا بيمر بيه نادي الزمالك. زي ما انتم عارفين لم يتبقى على هذا الموسم الا 5 مباريات فقط. الزمالك عنده مباراه يوم الجمعه اللي جايه مع فاركو في دور ال 16 في كاس مصر، واللي مش هينتهي هذا الموسم. كاس مصر هيتم بعد دور ال 16، هيتم استكماله في الموسم الجديد في شهر 9 اللي جاي. وهيتم تحديد من هو بطل كأس مصر، الله أعلم هيكون بقى في شهر 11 12 2 3 الله أعلم. زي ما انتوا عارفين عندنا هنا مفيش نظام ولا نظام للمسابقات، ويمكن الدنيا هتكون بوظان البوظان في الموسم الجديد وهقول لكم ليه. طيب كمان ادي ماتش فاركو يوم الجمعة اللي جاية، عندنا 4 مباريات في بطولة الدوري. طبعا كان من المفترض ان الاسبوع ال 14 نلعب مع النادي الاهلي، ولكن تم تأجيل هذا اللقاء. والنادي الاهلي على فكرة ما كانش عنده مانع، رغم ان النادي الاهلي سابقا انسحب من الدوري بسبب ان هو عايز نظام وسيستم، وطلع بيان وقالك لازم ماتش الزمالك والاهلي يتلعب في موعده، ما ينفعش يتلعب نأجل ونجيب ماتشات مكان ماتشات، وده لا يصح ولا يليق، وكلام كبير من هذا القبيل يعني. لكن في النهاية الكل يبحث عن مصلحته فقط، والنادي الاهلي وافق تماما على تأجيل لقاء الزمالك، ووافق تماما على ان اي مباراة تتلعب في اي وقت باللخبطيطة اي حاجة مش فارقة. لكن بيبان المواقف بتبان، انت ما بيكون ليك فيجن او رؤية وشايف نفسك ان انت رجل سيستماتيك يعني بتشتغل بالسيستم، فالقرار اللي انت بتاخده او البيان اللي انت بتطلعه بتبقى مؤمن بيه تماما، لكن بيبان مع الوقت هل القرار او البيان اللي انت طلعته ده شيء سيستماتيك عندك او نظام انت عايزه طول الوقت، ولا بيبقى طالع لهدف ما لغرض ما، ثم مع الوقت لو حصل معاك، لو اتأجل لك ماتش، لو اتغير لك جدول الدوري، لو اتأجل لك 8 ماتشات، لو هتعمل اللي انت عايزه، ومش هيبقى ما في ولا سيستماتيك ولا في شكل للنظام انت بتمشي عليه، لا عادي مفيش مشكلة. وده اللي حصل، وبالتالي مباراة الاهلي انا بقولها لكم من دلوقتي هيتم تأجيلها عشان يكون اخر مباراة في الدوري. والزمالك هيلعب بعد كده مع غزل المحلة، عنده بعد كده مباراة مع فاركو أيضا في الدوري، وعنده مباراة قوية جدا ب6 نقاط مع فيوتشر، خصوصا لو كان الفارق نقطتين أو 3 نقط، هيكون الزمالك حتى لو فارق 3 نقط لو الزمالك كسب هيكون المواجهات المباشرة لصالح نادي الزمالك، لأنه كسب في اللقاء الأول في بطولة الدوري فيوتشر، وهما بيتنافسوا دلوقتي على المركز الثالث والرابع، خصوصا النادي الأهلي بنسبة 95% حسم بطولة الدوري، وأيضا بيراميدز بنسبة برضو 90% حسم المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز. فإحنا عندنا 5 ماتشات النهاردة، هنفتح ملف نادي الزمالك من جميع النواحي مع مدير الكرة. اتقال ان عبد الواحد السيد متخانق مع ميدو، هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ ماذا في ملف يوسف أسامة نبيه او أسامة نبيه؟ ايه قصة يوسف أسامة نبيه؟ لانه كمان صرح أسامة نبيه بانه اتعرض عليه عقد هزيل جدا لا يليق بيوسف أسامة نبيه، وقال بنود العقد مع الزميل هاني حتحوت. كمان هنتكلم على ملف سيف فاروق جعفر، كمان هنتكلم على ما صرح به أسامة نبيه
هل فعلا فتوح عايز يمشي والجزيري عايز يمشي رغم ان الجزيري جدد يعني، وهل فعلا كمان زيزو جاي له عروض وعايز يمشي، وهل لعيبه الزمالك عايزه تمشي كما قال اسامه نبيه لاعب الزمالك السابق ومدرب الزمالك السابق. طيب نتكلم ايضا على ملف التعاقدات الجديده، ملف اللعيبه المعاره والعائده مره اخرى لنادي الزمالك في الموسم الجديد. هنتكلم على اوزوريو المدير الفني الكولومبي للفريق وعلاقه عبد الواحد السيد بيه وعلاقته باللعيبه وطريقه اللعب ورؤيته فيما هو قادم. اكيد مش هسال عبد الواحد السيد يعني ايه رايك في اوزاريو كمدرب يعني، لان في النهايه هيكون سؤال سخيف جدا وسؤال ساذج جدا ان انا اسال مدير الكوره عن رايه في اوزاريو يعني، لكن في النهايه هنحاول نفهم شخصيه المدير الفني بعيدا عن امكانياته يعني، لان طبعا جواب يعني سؤال هيكون غريب ان انا اسال مدير الكوره عن مدرب وهم بيعملوا مع بعض حاليا يعني. عندنا اسئله كثيره قوي هنتكلم فيها النهارده، نتكلم ايضا على لجنه الكوره، هنتكلم على امير مرتضى منصور الدنيا رايحه لفين، هكلمكم ايضا على تعاقدات الزمالك الجديده لان فيها كلام كتير قوي قوي والزملكاويه عايزين يعرفوا الحقيقه. طيب النهارده كان في اجتماع يمكن كتير محدش يعرف الاجتماع دوت. النهارده احمد دياب رئيس الرابطه كان مجتمع مع بعض الأندية الشعبية منها مع رئيس نادي أسوان، رئيس النادي المصري، رئيس النادي الإسماعيلي، ده المؤكد يعني، رئيس الاتحاد السكندري وما عنديش معلومة مؤكدة يعني، لكن أنا بأكد لكم الأسماء الأولانية دي، كانت مجتمعة عشان عايزين يشوفوا ماذا يمكن تقديمه للأندية الشعبية فيما هو قادم، لإلا الأندية دي هتنهار انهيار تام. ويمكن ناس كتير قوي للأسف متزملكين أو بعض المنتميين للأندية المنافسة أو للنادي المنافس، البعض اتريق على تصريح أحمد مرتضى منصور إما قال هتولي نفس ميزانية المنافس وأنا هاخد كل البطولات، وأنا هاخد كل البطولات، وانا هاخد كل البطولات. فالناس اتريقت قالوا لي هات مليار جنيه. وهنا انا بطرح السؤال مره اخرى، الانديه في مصر اللي شبه بعض اللي عندها جماهير قويه هما ناديين في مصر، الزمالك اللي احنا بنمثله هنا والاهلي، دول الناديين المسيطرين على الجماهيريه في مصر بلا أي شك. يأتي بعض الأندية اللي كان ليها جماهيرية كبيرة جدا وقلت شوية، وبدأت الجماهير دي منحصرة في المحافظة زي الإسماعيلي. الإسماعيلي نادي جماهيري كبير جدا، الدراويش ده أيام نهاية الستينات والسبعينات والثمانينات كان ليه جماهير مش في مصر فقط بل كمان في الشرقية، في محافظات كتيرة جدا، في القاهرة هم جم لعبوا فترة، ويمكن أيام الهجرة كانوا بيتمرنوا في مركز شباب الجزيرة وفي نادي الزمالك وعملوا جماهيرية كمان من القاهريين يعني. لكن أصبحت جماهيرية الإسماعيلي دلوقتي موجودة في مدينة الإسماعيلية. نروح للمصري البورسعيدي، مصر البورسعيدي جماهير ايضا مرتبطه بالمحافظه، مرتبطه ببورسعيد، جماهير مجنونه كوره، بتحب الكوره جدا وبتعشق فرقتها. وعلى فكره الاسماعيلي والمصري بالذات من الانديه اللي رفاهيتهم مش ان انا اروح سينما بقى واروح البحر وانديه ساحليه كده كده يعني، لا، الرفاهيه الحقيقيه بتاعتهم ان هم يروحوا يتفرجوا على فرقتهم في الاستاد، ويروحوا يشجعوا فرقتهم ويغنوا على السمسمية تمام، وأغاني معروفة لمنطقة القنال، كان معاهم السويس ويعني في المنطقة دي. طيب نروح للاتحاد السكندري اللي أيضا جماهيريته مرتبطة بالإسكندرية، دمنهور، البحيرة، المنطقة دي الاتحادوية والزعيم الصغر وسيد البلد. طيب أنا كزمالك، أنا بقول لك كزمالك، أنا نادي الوحيد اللي بلعب على البطولات،
يعني ايه؟ يعني انا النادي الوحيد اللي بلعب على البطولات مع الاهلي. يعني انا كنادي لو طلعت التاني لو ما خدتش بطولة بيبقى بالنسبة لي فشل، بالنسبة لي مش انجاز، بالنسبة لي موسم سيء للغاية، وبالتالي انا دايما هدفي البطولة. في الدوري العب على البطولة، في الكاس لازم العب على البطولة، في الرابطة يعني سواء بنلعب الناشئين بعد كده اكيد هتلعب على البطولة، في بطولة افريقيا لازم تلعب على البطولة، في الكونفدرالية، في كاس السوبر المصري، كاس السوبر السعودي، كاس السوبر الافريقي، البطولات اللي احنا ممكن نشارك فيها يعني. بنلعب على البطولة، بنخفق ساعات ونصيب ساعات، بناخد بطولات ساعات وبنخسر بطولات ساعات، وهذا هي الرياضة، هذه هي الرياضة على مستوى العالم يعني. طيب الاتحاد والمصري، الاتحاد والمصري والاسماعيلي الهدف بتاعهم دلوقتي ايه؟ هدفهم حاجة واحدة فقط، ابقى رابع، اخش العب في الكونفدرالية. ده الامل بتاع الاندية الشعبية دلوقتي، لان الامكانيات بتاعتهم المالية ما تخليهمش ينافسوا على بطولة ابدا نهائي، لا يمكن. نروح كمان، يبقى قلنا كده الاتحاد المصري الاسماعيلي الامل ان هم يكونوا من الخمسة الكبار في الدوري، يبقى رقم ثلاثة، رقم اربعة، رقم خمسة، رقم ستة. لكن للأسف مثلا الاسماعيلي دلوقتي بقاله سنتين ثلاثة بقى امله هو البقاء في الدوري العام، وما زال حتى الان بيصارع من اجل البقاء النادي الاسماعيلي. نروح للمحلة واسوان. المحلة الاسوان الهدف الاسمى بالنسبة لهم اقعد في الدوري، ولا عايز ينافس على مركز رابع ولا خامس ولا سادس ولا سابع ولا تامن ولا تاسع ولا عاشر. المحلة والاسوان يعملوا ماتشات حلوة في بداية الدوري، ما عندهمش دكة، ما عندهمش فلوس، ما عندهمش امكانيات، يبتدي وكلاء اللاعبين يشتغلوا على بعض اللعيبة المميزة عند الاسوان والمحلة، فيبتدوا يهمدوهم، فيبتدي الدور التاني تخش الفرقة دي بعد ما كانت رابع وخامس وسادس في الجدول. دلوقتي الاتنين بيصارعوا من اجل البقاء بكل قوة، وبقى امل اسوان والمحلة في الصعود هو البقاء فقط لا غير. بدأت تطلع لنا بعض الاندية التانية اللي بيمتلكها بعض رجال الاعمال سواء المصريين او العرب، زي بيراميدز، زي فيوتشر، دلوقتي طالع لينا الجونة مرة اخرى، ليه تاريخ برضو الجونة سنوات طويلة، زد بنظام والسيستم اللي عاملينه. الأندية كلها قلبت بلا جماهير، مفيش جماهير خالص. وعايز أقول لكم مثلا إن السنة الجاية ست أندية هيكون ملعبهم في استاد القاهرة، يعني تخيلوا ست أندية في الدوري يلعب رايح جاي في استاد القاهرة. الزمالك عايز يلعب مع زد، هيلعب في استاد القاهرة ملعب الزمالك. طب الزمالك في الدور الثاني وزد في الدور الثاني، هيلعب مع الزمالك في استاد القاهرة ملعب زد. طب الاهلي والزمالك يلعبوا في استاد القاهره رايح جاي عشان ده ملعب الاهلي والزمالك. طب واتفر يعني، خلاص كل الفرق تقريبا خمس ست فرق هيلعبوا. طيب فرقتين بيلعبوا على ملعب غزل المحله، البلديه والمحله، الجونه بتلعب على ملعبها، اسوان بيلعب على ملعبه، الدفاع الجوي مأجر ملعبه طول الوقت، ما حدش بيلعب عليه غير نادي بيراميدز، استاد السلام مأجره فيوتشر، ام بي يلعب كل ماتشاته ما عدا الاهلي والزمالك يلعب في ملعب تاني غير ملعب استاد بيترو سبورت، جهاز الرياضه العسكري طلاع الجيش يلعب كل ماتشاته الا الاهلي والزمالك يلعب في الكليه الحربيه الماتشين. ده الواقع اللي احنا بنشوفه، وده طبعا بيضعف الدوري بصوره كبيره جدا. طيب في النهايه فريق اسمه النادي الاهلي بيحصل ان في النهايه بتجمع، ان انت بتجمع النادي مثلا الاهلي بينافس على مثلا 20 لعبه، والزمالك بينافس على 20 لعبه، الاتحاد السكندري عنده مثلا 3 العاب بينافس عليهم اللي هو الطايره والباسكت بول اللي هي نمره 1 في الاتحاد السكندري بالنسبه لهم وكره القدم، والزمالك والاهلي بينافسوا على اكتر من 20 لعبه وبيصرفوا على اكتر من 20 لعبه، ومطالب ان الزمالك يكسب كل البطولات في الطايره، في اليد، في الباسكت، في الكوره، دي الاربع العاب الكبار في اي حته في العالم.
تمام. نروح بقى للاسماعيلي مثلا. الاسماعيلي ما عندوش فرق بتنافس في العاب اخرى الا مثلا تلاقي مثلا كاراتيه، جودو، كلام اللي هو الالعاب القتاليه الفرديه دي اللي فلوسها قليله جدا، ويكون فريق الكره فقط هو اللي بيصرف بنسبه 95% من دخل نادي المصري. نروح مثلا نادي الاسماعيلي، نروح نادي المصري. نادي المصري عنده شويه بيلعبوا سباحه على مستوى الجمهوريه كده ناشئين، ما يعني ما فيش فلوس اساسا ما بتصرفش. نروح كمان مثلا لبعض لعيبه العاب القوه، كان عندهم كره يد بس بيلعبوا في الدرجه الثانيه تقريبا المصري، وكره القدم هي نمره واحد. الاسماعيلي والمصري، الاتحاد هو الوحيد اللي احنا بنشوفه في الدوري الممتاز في بعض الالعاب الجماعيه الاخرى. وده الاسوان، اسوان لو اتفرجت كوره بس، يعني كوره بس، دوري ممتاز ما فيش حاجه تانية، والارقام قليله بتاعه الكوره. وبالتالي ما تيجي تفكر فبتقول مثلا مين المتضرر الاكبر في التنافس مع الاهلي؟ هو الزمالك، لان الزمالك هو اللي طول الوقت جمهوره ولاعبته وادارته مطالبه انها تلعب على البطوله. طيب انا بلعب على البطوله، لازم اصرف على نادي فيه 20 لعبه، وخصوصا ان الجماهير بتاعتي بتطالبني لازم نفوز بالدوري في الكوره او الكاس او بطوله افريقيا، ونفس القصه في اليد، ونفس القصه في الطايره، ونفس القصه في الباسكت بول، ونفس القصه دلوقتي في الطايره بنات بعد ما كوننا فريق قوي جدا، ويخش معاها تنس الطاوله، بعض الالعاب كده اللي بعيده عن الشعبيه شويه، لكن بقول لكم الالعاب الشعبيه اللي بيتابعها الجماهير وجمهور الزمالك. فتيجي تقول لي انا مثلا دخل الزمالك السنوي مثلا، خدوا بالكم الزمالك بياخد 480 مليون جنيه في الاربع سنين تقريبا، ده الرعايه. الاهلي بياخد 1,680 مليون جنيه في الاربع سنين. النادي الاهلي عنده اشتراكات، الاشتراك في النادي الاهلي مش عارف ب 300 400,000 جنيه ولا 500,000 جنيه، وعنده اربع فروع. بسم الله ما شاء الله. انا في النهايه بقول لكم المقارنات، يعني في النهايه انا ده نجاح لمجلس الاداره، ما عندناش اراضي بنحاول نبني دلوقتي في 6 اكتوبر، لكن انا بقول لكم الدخل العام، الدخل العام. عندنا بعض المحلات حوالين سور نادي الزمالك، كنا بنعتمد اعتماد كبير جدا على التواجد الجماهيري وشعبية الزمالك او الاهلي، ان يكون متواجد في الماتشات. نعمل التذكرة ب 100 جنيه، نعمل التذكرة ب 50 جنيه، نعمل التذكرة ب 300 جنيه، نعمل التذكرة ب 200 جنيه على حسب المقصورة او الدرجة الاولى او الدرجة التانية او التالتة، وبالتالي بيجي لك دخل كل ماتش او كل اسبوع تلعب ماتش او ماتشين في الاسبوع هيجي لك دخل، لان انت اوريدي كمان بتأجر استاد القاهرة قد يصل ل 200,000 جنيه الماتش الواحد. وبالتالي انت مطالب ان انت بمدخولات مثلا 200 مليون في السنه، ومدخولات النادي اللي بينافسك مليار في السنه، فمطالب ان انت تجيب محترفين في الطايره، محترفين في اليد، محترفين في الكوره، محترفين في الباسكت بول، ومطالب ان بقى تقعد تنافسهم، ومطالب ان هو لو كسبك فيقعد يعايرك ويحفل عليك، وانا لو كسبته اقعد احفل عليه. لكن الحقيقه الشطاره فين؟ الشطاره هي الزمالك. الشطاره اللي الزمالك في كتير من الاحيان ما يكون في تنافس ما بينه وما بين الاهلي، لا الاهلي اقوى، اقوى في انه بيتخذ قرارات من اتحادات بتكون ضد الزمالك وبتنصف الاهلي في كثير من الاحيان بلا منطق وبلا حق وبلا عدل. اذا التنافس نفسه اما تكون حتى مثلا ممكن تكون مثلا بتمتلك 200 مليون جنيه واللي بينافسك معاه مليار جنيه، بس عندي اتحاد يعني ترمي الابره ترن، عامل نظام وسيستم ما يخرش الميه، ما فيش عنده كبير وصغير، اللي يخرج عن النص يعاقب مهما كان مين، ما حدش يجرؤ يكلمني في التليفون ويغير قراراتي، لجنه الانضباط صارمه، لجنة الاستئناف لا تكيف القوانين على حسب الأندية، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. تقدر تقول يعني شطارة الشراء
تجميع اللعيبه، اداره واعيه، نقدر يعني ننافس بقوه. فما تيجي تقول لي السنه اللي فاتت خدنا الدوري والكاس وانا عندي ايقاف فتره قيد، السنه دي جبنا بعض الصفقات فيها اللي ابتدى يظهر وفيها اللي اختفى عن الصوره، وده بيحصل مع النادي اللي بينافسني اللي بيجيب لعيبه بملايين الدولارات. الناس كلها بتتكلم على سامسون اكيونولا مثلا وهو ما يجيش نص تمن صافيو، لكن لان النادي الاهلي بيحصل على البطولات فالناس نسيت صافيو، نسيت جيب كام، نسيت بيتعاقد ايه. وورتر بواليا مثلا القادسيه قال لك مش عايزه ورجع للاهلي، ميكيسوني ابها قال لك مش عايزه ورجع للاهلي وعلى ذمه الاهلي، والاثنين بيقبضوا من النادي الاهلي، لكن محدش يعرف. خلاص كل ده بيتم نسيانه طالما الفريق بياخد بطولة، لكن الكل بقى بيسن السكاكين على الزمالك عشان الزمالك السنة دي ما خدش بطولة، عشان الزمالك ورغم شوفوا بقى تخيلوا بقى اما نكون داخلي 200 مليون واللي بينافسني مليار ادي خمس مرات وكمان محجوز على فلوسي وكمان احارب من ناس زملكاويه وكمان قضايا ومشاكل وطول الوقت على الاداره وعلى استقرار النادي الزمالك، وبالتالي تفتكروا هذا جو يساعد على فكره ان انت. طب نيجي نتكلم على البث التلفزيوني. البث التلفزيوني الف ب من ايام حسن حمدي اللي كان رئيس الاهلي ورئيس الوكاله، كان البث التلفزيوني الزمالك زي الاهلي، جمهور الاهلي بيتفرج على ماتشات الزمالك وجمهور الزمالك بيتفرج على ماتشات الاهلي، مصر كلها بتتفرج على ماتشات الزمالك ومصر كلها بتتفرج على ماتشات الاهلي، والكل بيعلق والسوشيال ميديا واضحه والمشاهدات واضحه. فتيجي تقول لي لا انت هتاخد في البث اقل ليه؟ ده انا اللي عامل قيمه للدوري، انا اللي مخلي يعني ايه منافسه، انا لو اختفيت الدوري يقع رعاية وكل حاجة، لأن قيمة الدوري في وجود زمالك وأهلي، ده البرودكت، ده اللي بيقوم عليه الدوري. يعني تخيلوا مثلا ريال مدريد يلعب لوحده من غير برشلونة، أو برشلونة يلعب لوحده من غير ريال مدريد، أو الدوري الألماني 11 سنة ابتدى بايرن ميونخ بياخده 11 سنة، السنة دي بروسيا دورتموند كان هياخده في آخر ماتش، كان ليه طعم وشكل ولون. السنة دي الدوري بلا طعم ولا شكل ولا لون، مفيش تنافس خالص. السنة اللي فاتت واللي قبليها كان لغاية الرمق الأخير دوري رائع، المنافسة الناس مشدودة، الزملكاوية والأهلاوية، التعليق على الحكام، التعليق على الكلام من هذا القبيل. لكن في النهاية ما تجيش تعمل عليا شاطر وانت بتاخد ادي في الرعايه وفي البث خمس ست مرات وعندك اشتراكات ادي سبع ثمان مرات، وانا بصرف في النادي ومطالب ان انا اصرف زيك، ان انا اجيب لعيبه زيك، مش في لعبه واحده. انا مش نادي كوره، انا نادي اجتماعي فعندي جمعيه عموميه، انا نادي بينافس على كل البطولات، انا نادي بيحاسبني جمهوري على اي خساره لاي بطوله، أنا نادي مطالب بجلب لاعبين جدد وأنا فلوسي محجوز عليها. فأنا أرفع القبعة لنادي الزمالك اللي خلى للرياضة المصرية قيمة في كل الألعاب بقدرته التنافسية رغم قلة موارده بالمقارنة بالمنافس. تخيل أبوك مثلا عنده ولدين بيدي ابنه مليون جنيه والتاني بيديله 100,000 جنيه ويقول له انا عايزك تطلع الاول هنا وانا عايزك تطلع الاول هنا وعايزك تلبس احسن لبس هنا وعايزك تجيب احلى عربيه هنا وعايزك انت ما اعرفش ايه على طول. ايه اللي هيحصل؟ مع ان التفوق ده بيبقى عايز دماغ، بس بكلمكم على فكره مليون و100 الف، تخيلوا الفارق. وكره القدم بقت فلوس. هو الاسماعيلي بينهار ليه؟ فلوس. الاسماعيلي بينهار ليه؟ فلوس. ما بقاش فيه انتماء خلاص. الاستاذ محمد مصلحي استقال ليه؟ استقال عشان عمال يصرف من جيبه ويصرف من جيبه ويصرف من جيبه ويطلع يلاقي ناس تشتمه عشان خسر بطوله.
مع الف سلامه خلاص، وانا هقعد اوجع دماغي ويرجع تاني. استاذ كامل ابو علي، الناس فرحت بعودته ليه؟ عشان ما كانش فيه استقرار مالي، وكان اللعيبه عايزه تمشي، ومعين الشعباني قال لي مش عارف بقى لي 3 4 شهور ما بقبضش. جه كامل ابو علي عمل استقرار، عمال يدفع ويدفع 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 ويدفع، وفي الاخر الراجل زهق وتعب استقال. ابتدوا برضو يكلموه بتاع، رجع تاني. النهارده المستشار مرتضى منصور اما مشي وجات لجنه، مفيش فلوس، بيع بيع اطلع اعاره، محمد صبحي بنيه البيع، يلا طلع اسامه فيصل، طلع ما اعرفش حمدي، خلاص بيع فلان، غير روح. ورغم كده مفيش ولا صفقه جديده جت، لان كان القايمه اتقفلت صيف وشتاء. ورجعنا وخدنا بطولات واتحجز على فلوسنا. فيا جماعه ما تستهتروش بفكره الفلوس، لان كره القدم هي فلوس. دلوقتي نادي ريال مدريد عايز يبني. النهارده اتحاد جده، هو اتحاد جده وقيمه الدوري السعودي جت منين؟ من الفلوس. في نظام، في سيستم، لكن فلوس. اللعيبه كريم بنزيما جه ليه الاتحاد جده؟ ليه ساب اوروبا وساب كل العروض؟ عشان الفلوس، رغم ان اللعيبه دي مش محتاجه فلوس، لكن المغريات الماليه بقت رهيبه، بقت رهيبه وفوق الخيال. طيب، وبالتالي ده ملف مهم جدا، ملف الفلوس وملف الانديه الشعبيه وملف الرعايه وملف قدره المستشار مرتضى منصور على عمل استقرار مالي داخل النادي، سواء عمال، موظفين، اجهزه فنيه، لعيبه، مديرين فنيين اجانب، محترفين اجانب. الموضوع مش سهل خالص يا جماعه. طيب، ده بالنسبه للملف. تعالوا نطلع كده سريعا ونرجع، هكلمكم على ملف الصفقات، وهيكون معايا طبعا الدينامو مدير الكره عبد الواحد السيد، اللي يعني كنت محتاج وجوده من بدري عشان نحط النقط على الحروف ونسكت كثير من الألسنة والإشاعات اللي انتشرت الفترة الأخيرة على نادي الزمالك. بس تعالوا نطلع الفاصل ونقرأ بعض أخبارنا ونستقبل بعدها كابتن عبد الواحد السيد. يلا بينا. انتوا عارفين دايما الواحد لما بيجي يخاطب جمهور نادي الزمالك بيحاول يكون صادق في كل كلمه، لان انا ما بحبش ابص تحت رجلي، او مش زي بعض المتواجدين على راس المنظومه الاعلاميه في بعض الانديه الاخرى، او المتشدقين بصدق المعلومه وكل كلامهم في الاخر بيطلع كذب، او اللي بيحاولوا يعني ايه ينافقوا نادي مثلا بعينه عشان شايفين ان نفاقهم لهذا النادي هيجعلهم متواجدين طول الوقت. لا، انا دايما ما باجي اخاطب جمهور الزمالك
انا بعتبر جمهور الزمالك ده يعني اخواتي الكبار اللي عشنا مع بعض انا وهم قصة حب من ايام نهاية الثمانينات والتسعينات كلها. يعني اي واحد من الجمهور اللي كان موجود وبشوفه وكان بيجوا التمرين فبقى في علاقة حب وودي ما بينهم، ما بين لاعب بيلعب في الزمالك وما بين مشجع بيروح الزمالك ورا الزمالك في كل حتة، فبحس ان فضلهم عليا كبير، يعني فضلهم عليا كبير، وبحس ان احنا كده اسرة، ما بحسش ان انا كنت لعيب كورة وده جمهور، لا احنا اسرة كلنا بنجتمع على حب حاجة واحدة اللي هو نادي الزمالك. وبالتالي لازم انا اكون صادق في الكلام اللي انا بقوله، وما يجي لي معلومة بحاول افرحكم بمعلومة، واتمنى ان شاء الله التعاقدات او لجنة التعاقدات داخل نادي الزمالك رغم كل المشاكل اللي بيمر بيها نادي الزمالك وكل المشاكل اللي بيمر بيها بالاخص مرتضى منصور، لان هو من يتحمل كل حاجة، الهم، المشاكل، الخناقات، الخسارات، التأخر، الفلوس، كل الناس بتشيله الليلة، وبالتالي لازم الراجل ما تشيلوه كل حاجة كده، اما يكون في انتصار نكبره، نقول كتر خيرك، انت تعبت، انت اجتهدت، انت حاولت، انت حليت مشاكل، انت جبت فلوس من تحت تقاطيق الارض، انت بتحاول، انت بتعافر، انت يعني نقول له كلمة شكر. فالنهاردة احنا مطالبين كلجنة فنية ان احنا نختار لعيبة، وان الادارة توفر الفلوس عشان نجيب اللعيبة، وان امير مرتضى واحمد حسام ميدو الاتنين مع اوزاريو في وجود عبد الواحد السيد مدير الكرة طبعا وجهاز الفني بيختاروا لعيبة برضو بعينها، ولجنة التعاقدات في وجود امير مرتضى واحمد حسام ميدو المسؤولين عن هذا الملف يخلصوا الملف ده. طيب امبارح كثير من الناس بيتكلموا على مفاجأة، وانا شخصيا قلت ان في لاعب مفاجأة وفي لاعب مهم جدا. الحقيقة ان نادي الزمالك في المرحلة الجاية دي مش هيجيب 12-13 لاعب. زمالك عنده البطولة العربية في بداية شهر 8، وزمالك ملف التعاقدات الناس شغالة عليه، وان في لعيبة كويسة جدا جدا في اماكن الزمالك محتاجها بطلبات من اوزوريو بمواصفات مختلفة سواء مصريين او اجانب، وبالتالي تفاصيل التفاصيل هنقولها بدون اظهار الاسامي، لان التعاقدات في التوقيت ده بتبقى صعبة جدا وبتحتاج ل زي ما يقول سرية، وبتحتاج لأموال، وليه؟ عشان كمان الصفقات تخلص. والمؤكد ان الصفقات دي هيكون في منها اجانب ولعيبة مهمة جدا الزمالك محتاجها، بجانب هيكون في لعيبة مصريين. وانا بأكد لكم ان مفيش لاعب مصري هيجي نادي الزمالك الا لما يكون ملتزم خارج الملعب اكتر من داخل الملعب، وان اللاعب اللي هيجي هيكون جعان كوره، جعان شهره، محتاج فلوس، ويتحمل الضغوط ويتعرف شخصيته من قبل ما نشتريه، عامل ازاي، سلوكه ايه، قدرته على تحمل الضغوط ايه، كل ده بيتسأل عنه، وان شاء الله تكون صفقات مهمه ومميزه لنادي الزمالك. انتوا عارفين نادي الزمالك مستمر في التدريبات طبعا استعدادا لمباراة يوم الجمعة اللي جاية، وهي مباراة مهمة ومصيرية، وتعتبر دي تقريبا آخر بطولة الزمالك بينافس عليها في موسم 2022-2023، بعد ما قررنا البعد عن التمثيلية الهزلية اللي حصلت في السوبر المصري واللي شارك فيها بيراميدز أمام النادي الأهلي بتمثيلية جميلة عملتها لجنة الاستئناف بموافقة اتحاد الكرة المصري. التمثيلية الهزلية دي خلتنا نفقد بطولة كنا ممكن ننافس عليها،
لكن لم يتبقى لينا إلا بطولة كأس مصر وأربع مباريات في الدوري العام المصري. نقول كل حاجة، التفاصيل، التمرين، أوزوريو، هنسأل عبد الواحد السيد كابتن من كباتن نادي الزمالك التاريخيين، هنسأله عن كل حاجة تخص الفرقة في لقاء هيتكرر كثيرا في أوقات هنحددها إحنا مع بعض عشان نطمن جمهور الزمالك على أحوال فريقهم اللي بيحبوه جدا وخايفين عليه جدا، خصوصا بعد هذا الموسم الصعب اللي مر بيه نادي الزمالك. فاصل ونستقبل كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول لنادي الزمالك. قرار صائب من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين عبد الواحد السيد مديرا للكرة في جهاز الكولومبي كارلوس أوسوريو، وعاد الضبط والربط من جديد داخل صفوف فريق الكرة بنادي الزمالك بالتزامن مع تولي عبد الواحد السيد منصبه الحالي، وساد الالتزام معسكرات الفارس الأبيض. وأثبت عبد الواحد السيد كفاءة وجدارة كبيرة بشغل منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، متسما بالقوة والحزم الممزوج بقدرة كبيرة على احتواء اللاعبين وإنهاء الأزمات داخل الغرف المغلقة. سنوات من العطاء لوحيد خلال مشواره الكروي داخل جدران القلعة البيضاء استمرت لمدة 17 عاماً، وكانت بدايته الحقيقية وانطلاقته الواعدة في حراسة مرمى الزمالك في موسم 1998-1999 في مباراة شهيرة أمام القناة بالدوري الممتاز. وعلى مدار 14 عاماً في حراسة العرين الأبيض خاض وحيد 368 مباراة مع الفريق في كل البطولات، ويعتبر واحد من أكثر اللاعبين المشاركين في لقاءات قمة الكرة المصرية برصيد 28 مباراة، وصنفته وسائل الإعلام العالمية ضمن أوفى 20 لاعباً في تاريخ كرة القدم ضمن الأساطير رايان جيجز وفرانشيسكو توتي وتشافي هرنانديز. وشهد موسم 2012-2013 للدوري الممتاز على دخول عبد الواحد السيد مئوية الشباك النظيفة مع فريقه، كما كان وحيد ضمن الكتيبة الذهبية لمنتخب أحفاد الفراعنة في نسختي 2006-2010 من بطولة كأس أمم إفريقيا. عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك والأسد الذي زأر على مدار مسيرة حافلة طويلة من العطاء في حراسة عرين ميتو عقبة، يعتبر واحداً ممن سطروا تاريخاً من ذهب في سجل النادي الأبيض العريق بعدد قياسي لا حصر له من الألقاب والتتويجات. ورجعنا لكم مرة أخرى ورحب بالكابتن الكبير كابتن عبد الواحد السيد في بيته قناة نادي الزمالك. يعني الأمس كان إعلامياً زميلاً وحالياً الوضع اختلف وتغير وأصبح مديراً للكرة للفريق الأول بنادي الزمالك. كابتن عبد الواحد ازيك؟ كابتن خالد أنا مبسوط إن أنا معاك طبعاً و... ربيتنا يعني نادي الزمالك. صحيح. النهارده حلقه مهمه جدا، حلقه لتوضيح امور كثيره جدا مرت على فريق نادي الزمالك من قبل ما تتولى الفريق وبعد ما توليت مسؤوليه مدير الكره. قول لي الاول، قبل توليك للفريق كنت بتشوف المنظور البعيد عن الفرقه ازاي وبعد توليك؟ لا، وانت من بره يا كابتن خالد بتحس ان الموضوع لا ممكن في حاجات انت سهل انك تحلها. لا لا، لما دخلت جوه الموضوع بقى صعب جدا. حتى المستشار مرتضى قال لي وامير لما كلمنا قال لي انت شايف الدنيا عامله ازاي؟ شايف المشاكل اللي احنا بنواجهها بطريقه مش طبيعيه؟ اتكلمت نقطه مهمه جدا في بدايه الحلقه وانت بتتكلم، عندك الاستقرار الاداري والاستقرار المالي. مفيش فرقه تقدر تنافس وتبقى بطل وتبقى قويه بدون الحاجتين دول. صحيح. وانت الحاجتين دول مش متوفرين في نادي الزمالك. انت عندك المستشار مرتضى موجود مش موجود، موجود مش موجود، وده اللعيبه بتسمعه. انا كنت بدخل الاوضه مع اللعيبه لما حصلت المشكله بعزل المستشار مرتضى الاخيره ده، اللعيبه تقول لك احنا هنعمل ايه؟ قلت لهم انتوا مالكوش، لا مالكوش دعوه، انتوا في نادي الزمالك المستشار موجود ومكمل والدنيا كلها موجوده، بس تخيل اللاعب شعوره ايه؟ ما هو بيفكر دلوقتي، عمال يفكر فلوسه دي هيجيبها ازاي؟ مثلا الحاجات اللي بنحصل، ده انا واجهت صعوبه كبيره جدا الفتره، المستشار كان قال لك انا مش موجود وقعد في البيت اسبوعين او ثلاث اسابيع تقريبا. لا كان في حاجات رهيبه قدامي، وحتى دايما لما بتواصل معاه بقول له يا سياده المستشار في مشاكل بواجهها، لحد لما خلاص قفلت معاه خلاص، قال لك لا خلاص انا هبدا اتدخل معاك، وبدا يحل لنا مشاكل كتير جدا جدا. لكن كان في فتره
ثلاث اسابيع كده يمكن المعسكرات، كان ماتش الاسماعيلي رحت كمان الاداره الماليه عايز اروح الماتش، قال لك روح روح على على يوم الماتش. تخيل وصلت بنادي الزمالك انك تروح على الماتش. هل هل فعلا يعني وانا اسف ان انا بذكر ده، هل فعلا الثلاث اربع مرات انت دفعت المعسكرات من جيبك؟ لا مش المعسكرات، احنا اتصرفنا كابتن خالد. احنا اتصرفنا في الموضوع ده، ده مش قصه. لكن لما المستشار فعلا كان غاب الفتره دي كان في مشكله رهيبه. مشكله فعلا رهيبه جدا، لان انا عندي وصلت ان الفنادق مش عايزه تدخلك المعسكر لما تاخد الفلوس الاول. صحيح، انت نادي الزمالك، قيمه نادي الزمالك. انا بقيت ازعل. ما هو يعني بيسمعوا، ما هو بيسمعوا ان الفلوس محجوز عليها، ويجي يقول لك ما هو ممكن ندخل فرقه الزمالك وحليني بقى عقبال ما اخد الفلوس. يا جماعه احنا هنجيب فلوس، ومفيش معسكر الحمد لله من ساعه ما موجود بندفع قبل ما ندخل المعسكر والكلام ده كله، كل حلينا الكلام ده كله طبعا بوجود سياده المستشار والكلام مع بعض كده على طول. دايما خالد لما كان في رمضان بالذات كان بيجي يقعد على الترابيزه كده قبل وقت التمرين، شبه الحمد لله ما كنتش بواجه مشاكل. يمكن المشاكل اللي بدات تظهر بشكل كبير في الفتره اللي هو غاب فيها عن نادي الزمالك، يمكن الحمد لله الفتره الاخيره بدات الامور تستقر شويه، ولسه كمان ناقصنا بس ان احنا نفوق لعبتنا بالناحيه الماديه شويه ان شاء الله الفتره اللي جايه. نيجي بقى للاستقرار المالي. يعني هو في متاخرات للعيبه اكيد؟ في اكيد طبعا، اكيد طبعا. ما انت لسه كنت هقول لك الاستقرار المالي، انت دلوقتي بالزبط. محجوز على ارصدتك وعلى حساباتك وعلى حاجات كتير. انا دلوقتي انت كابتن خالد لو جيت مثلا يوم هسيبها معاك يوم خميس والبنك قافل والفيزا اللي معاك او معاكش فلوس وضاعت منك، هتقعد 3 4 ايام هتعملها ازاي؟ هتعيش ازاي؟ هتصرف ازاي؟ بكلمك بقى انت او مسافر بره وضاعت منك الحاجه اللي انت بتستخدمها. صحيح، هو ده نفس نادي الزمالك كده دلوقتي، او الحجوزات اللي عارفين يدخل فلوس ولا عارف يطلع فلوس ولا عارف تحول. لو مثلا عندك مشكله وقضيه مش عارف تحول بره، صحيح، زي موضوع الجزيري قبل كده وموضوع شيكابالا واشن بونج، كل اي لو حتى 1000 دولار مثلا في قضيه او حاجه عايز تدفع مش عارف تدفعها، مش عارف تحولها. في لا في مشكله يعني انت طيب. عندك مشكلتين، استقرار الاداري والاستقرار المالي، بتموت اي حد او تهد اي حد. لكن نادي الزمالك الحمد لله، وده مش بتكلم ان نادي الزمالك ما فيهوش فلوس يا كابتن خالد، الشرم مرتضى كمان بيعرف يجيب فلوس بشكل كويس، وانت عارف ده الموضوع ده. النادي لا فيه فلوس وتعرف تجيب فلوس بشكل كويس، بس يا ريت الموضوع ده مهم جدا جدا، ان الموضوع الحجز على الارصده ده يتحل، لازم يتحل. صحيح. طيب عايز ابتدي معاك، قول لي بدايه علاقتك بمستر اوزوريو. انت لسه راجل نجم من نجوم نادي الزمالك، بتتولى منصب مدير الكره في ظل اصعب موسم بيمر بيه نادي الزمالك، ولسه بتتعرف على الراجل. قول لي معرفتك بالراجل، وقول لي شخصيه الراجل، احكي لجمهور الزمالك. اولا الراجل مش هتكلم عليه في الناحيه الفنيه، لان هو تاريخه معروف والناس كلها يعني كنت بشوف بعض الاعلاميين يقول لك الراجل ده ازاي جه مصر. هو الراجل اول ما جه قال لك انا جاي نادي كبير حقيقي، لما عمل اجتماع مع الجهاز الفني، انا جاي نادي كبير وعايز انجح في المنطقه دي. انا كانت تجربه بالنسبه لي جديده، وعايز ان انا أنجح. يعني كمان فكره مختلف. يعني فكر الراجل او الطريقه اللي بيلعب بيها مختلفه جدا عن اللي احنا شايفينه. يعني يمكن الراجل قال انا جاي هتشوفوا كوره كويسه، بس مع الوقت ومع التدريبات ومع اللعيبه تعرف الراجل. لكن الراجل نفسه كشخصيه لا، مدي كل واحد دوره في الجهاز الفني، سواء مدحت او مجدي، منصف كمان اكتشاف الصراحه في حراسه المرمى، مدرب هايل. عامل نظام، يعني مثلا انت التمرين بالساعه 9 يا كابتن الصبح، وده كان قرار ما بيننا كده كجهاز. قال لك اول يوم جه فيه قال لك تحب نعمل التمرين الصبح ولا نعمله بالليل، حتى في وقت التمرين. بيديك الاختيار، يعني عايز ياخد معظم اللعيبه قال لك بالليل. لا ده كان بين الجهاز، الوحيد اللي كان عايز بالنهار هو مدحت، بالليل هو مدحت. لكن احنا قررنا ان احنا نعمل التمرين الصبح، ده بالنسبه لنا كان اللعيبه تنام بدري، الموضوع يبقى فيه التزام. قال لك انا بفضل الكلام ده، وهو ده اللي هنمشي عليه الفترات اللي جايه كلها. ده حتى بكلمك على التشاور في جزء بسيط، هو ممكن كان يقول لك التمرين الصبح وخلاص. لا، قال لكم انتوا بتفضلوا ايه. ودايما يا خالد الجهاز المعاون معاه مش مثلا مهمش. لا، ليه دور. الحاجه الوحيده اللي هو مش عايز يتكلم فيها وما حبش يتكلم فيها طريقه اللعب بتاعته. قال لك انا طريقه اللعب ممكن تكلمني في اي حاجه الا طريقه اللعب. لان ناس كتير قوي طالبوا ان طريقه اللعب مش مناسبه. الجهاز الفني يعني مثلا مدحت او كده ممكن يقولوا ان اللعيبه او الطريقه لسه هناخد وقت، فقال لك لا انا
انا المتحمل المسؤوليه وانا اللي عايز العب بالطريقه دي. الناس قالت لك ان هو بيلعب اللعيبه في اماكن مش بتاعتها. تمام. الراجل اول بعد ما جيت تاني يوم لقيته جايب ورقه كده كتير 30 ورقه ولا حاجه. قال لي انا عايز كل لاعب يكتب لي المركز الاساسي والمركز اللي هو ممكن يبقى كويس فيه. المركز الاساسي والمركز البديل. البديل اللي هو بيلعب فيه وبيلعب فيه يعني يبقى كويس فيه. الراجل ما حطش لاعب من دماغه كل اللعيبه اللي حتى المس يقول لك ان هو لاعب فلان مكان كذا ولاعب مش عارف حمزه لعيبه في نص هو حمزه اللي كان كاتب كده وحسام عبد المجيد اللي كان كاتب كده كل واحد كتب حاجه هو قال لك حتى لما بتكلم الجهاز الفني لما يجي يتكلم معايا يقول له بص ادي الورقه اهي هو كاتب ايه بص هنا فتوح فتوح قال باك ليفت وسيرد باك ناحيه الشمال مثلا او نص ملعب نص شمال. ملعب وهو شمال. شاف الموضوع ده حط فتوح في كام هو ما بقولش كده اللي هو خلاص لا انا هحطه في المكان لا انت كلاعب اخترت المكان ده جربه ممكن انت ما وفقتش في المكان فبيرجع لمكانك الطبيعي فالراجل سايب يعني حتى اللعيبه نفسها بنديها الخيار في الاماكن انا بقول ان الراجل ده اللي اختاره سواء امير او ميدو او اللجنه لا اختيار موفق جدا مع شخصيه نادي الزمالك ان شاء الله ان شاء الله مع الصفقات اللي هتيجي اللي هنتكلم فيها والطلبات اللي هو طالبها اعتقد الموضوع هيختلف وهتشوف فرقه هو دايما بيقول لك انا هجومي كده قالها صراحه قال لك انا ما بحبش واحنا نادي كبير ولازم احنا نفرض اسلوبنا على اي حد صحيح كمان في مشكله خالد في بدايه الموسم ان وده اللي زعلني جدا ان اللي هاجموا الراجل احنا هاجموا الراجل من اول ماتش او من ثاني ماتش تقريبا في ناس هاجمته فعلا بكتير ومبالغه لا يعني وفي ناس ابتدت تقول انه ماشي وهيجي ومكانه مش عارف مين ومين ومين لا الهجوم في وقت يعني انت لسه شفت حاجه الراجل اللي عمل فتره اعداد ولا شاف اللعيبه ولا شايف امكانيات اللعيبه وفي لعيبه ناقصه كتير وفي لعيبه كتير زي ما قلنا ان هي كان لسه احنا لما جينا كان اللعيبه بتلعب 60 دقيقه بعد 60 دقيقه مش قادرين يتحركوا فعلا 60 دقيقه بالظبط انتوا حاولتوا تطوروا الناحيه البدنيه 60 دقيقه بالظبط او 65 دقيقه الماتشين اللي لعبهم مدحت حتى لما قعدنا مع مدحت كان مدير فني الدقيقه 65 لا لعيبه ما مش قادره اتكلمنا مع اللعيبه قال لك احنا شهرين بنيجي نعمل تقسيمه ونمشي انا مش طبعا مش بتكلم على مستر فيريرا ده مدرب محترم وهايل بس الفتره الاخيره ده اللي كان بيحصل اللعيبه قالت لنا كده ان هما بييجوا بيعملوا تقسيمه مع بعض وبيمشوا بالظبط والدليل ان في ماتشات كتير هربت منك في اخر ثواني ماتش المقاولين مثلا تعادل في اخر ثانيه ماتش الداخليه انت بتيجي يا كابتن خالد انت جاي عايز تعمل كل حاجه وعايز تفوق اللعيبه وفي مشكله كمان انت كنت عندك كل الثلاث ايام او اربع ايام ماتش صحيح وعندك مشكله في الناحيه الاداريه وعندك مشكله في الناحيه الماليه المستشار كمان مش موجود والناس مش موجوده فعارف الظروف كلها ضدك في على فكره الراجل اعتقد بيجي له عروض كمان لا هو بص هو في دماغه وتركيزه عايش حياته كمان كوره خالد 24 ساعه انت لو جيت دلوقتي النهارده سالته خمس تمرين حصل ايه في التمرين؟ يقوم يطلع لك ورقه كده يقول لك حصل لعيب فلان عمل كذا لعيب فلان عمل كذا لعيب فلان عمل كذا مفيش حاجه ما بيكتبهاش كل حاجه متوثقه مفيش تمرين بقول لك تمرين تمرين يعني مثلا لاعب لما يجي يقعد معاه يقول له انا ما بلعبش ليه؟ يجي مثلا جايب ورق مقصص الورق كده قدام يقول له انت عملت كذا يوم كذا عملت كذا يوم كذا عملت كذا يوم كذا عارف واحد عايش للكوره بس انا ده مش عشان انا في الجهاز انا شفت مدربين كتير وبتاع لا لكن الراجل ده كواليتي مختلف نوعيه مختلفه انا شايف ان شاء الله بس لو الامور ظبطت شويه مع نادي الزمالك في كل حاجه الراجل ده هيفرق كتير جدا 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 معانا طيب عايز قبل ما معلش كمان في لعيبه يعني واحد زي مصطفى شلبي قبل الراجل وبعد الراجل عامل ازاي؟ لا ده طور من ادائه بطريقه مش طبيعيه دونجا الفتره الاخيره بدا يشتغل بالظبط نضايا بدا يشتغل صح ثلاثه يعني دول بالذات في فعلا في لعيبه يعني حمزه المسلوسي طول الوقت حمزة. كويس بس حمزه برضه يعني بيتطور معاه يعني لما حط فتوح في نص على فكره كمان انا حاسس ان الجزيري مستريح معاه بص الجزيري ما كانش مستريح مع فيريرا انا كنت بحكي مع الجزيري يعني كان دايما فيريرا اول تغييره سيف الجزيري كده لكن انا بحس انه بيعتمد على سيف ومديله الثقه لا هو بص حتى كمان لما عشان بس الناس اللي عماله تقول الصفقات واللعيبه اللي ماشيه الراجل اول يوم قعد معانا قال انا مش همشي حد الا لازم اشوفه بنفسي ولازم ياخد فرصته ويلعب معايا وانا اللي اقرر صحيح
يعني ما هو هيشوف اللعيب في التمرين عامل ازاي، في التزامه، في تطبيقه، لا بص تطبيقه التكتيك، تطبيقه لفكره هو. يعني انت فاهم، انت هل يبقى قادر انه يطبق يعني الفكر ولا لا؟ انت كجمهور مش قابل فلان، اللعيب ده انا مش عايزه، لكن اللعيب ده بالنسبه له هو مهم. طب هل فعلا الراجل طلب خمس لعيبه بس؟ قال لك انا مش عايز اكتر من كده. خمس لعيبه او ست لعيبه. قال لك مش عايز اكتر من كده. لا لا، قال لك مش عايز اكتر من كده، انه كمان عنده ميزه جدا ان هو بيعتمد ده كمان اللعيبه الناشئين عندنا في النادي. بص، ما بيسيبش لاعب الا لما لازم يقعد يتابعه ويحفظه، وبدانا نكتسب لعيبه صغيره ممكن تبقى مفاجاه بعد كده. ان شاء الله. ان عندنا لعيبه ان شاء الله في القطاع محترمين. الناس بس دايما تقول لك مش عايز الناس بص يا كابتن خالد، الفترات اللي نادي الزمالك كان فيها قوي جدا، لاحظ كده معايا، في التسعينات كان معظمهم ولاد النادي. لو حضرتك تفتكر مع اتنين تلاته محترفين. في بدايه الالفيه كان برضو كنا احنا سبع ثمان لعيبه طلعنا من ولاد النادي. في الثمانينات هتلاقي النادي بيقف بشكل كبير على لما تعتمد على اللعيبه اللي اتربت عندك، اللي عاشت جوه نادي الزمالك، اللي حاسس بجمهور نادي الزمالك. طيب عايز اروح معاك، طلبات الراجل ايه؟ يعني ايه الاماكن اللي الراجل طالبها؟ انا عايز اقول لك حاجه، مثلا ان الماتشين الاخرانيين دول هو الراجل كان ناس كتير ضد طريقته، وحتى كتير من الزملكاويه، هو اسمه مش هغيرها، هي على حسب النتيجه. انا عارف مش هغيرها، فتوح بس نجح الطريقه. طيب لو انت معاك بقى خمس لعيبه او ست لعيبه بالمواصفات اللي عايزها الراجل، تخيل الطريقه تبقى عامله ازاي. الراجل طالب ايه يا كابتن عبد الواحد؟ هو بالنسبه له يعني خمس ست صفقات بس، بالنسبه له في مكانين اساسيين يعني لا غنى عنهم. سيرد باك بيلعب برجله الشمال، وراس حربه افريقي، قالها صراحه افريقي، رقم تسعه اللي هو راس حربه صندوق. قال لك رقم تسعه هيبقى معايا جزيري وناصر، ورقم تسعه ده ده قال لك دول اولويات بالنسبه لي. يعني بص، يعني لو حتى نادي الزمالك والله قالها كده، قال لك لو نادي الزمالك في مشكله وفي ازمه ماليه، قلت له ان شاء الله لازم ماليه، قال لك لو في مشكله انا عايز الاثنين دول وانا هتصرف. الاثنين دول بس وانا هتصرف. ده لكن ده كلام هو الطبيعي. بس لا، بس هو الطبيعي يعني هم يعني قال لك دول الاساسيين بالنسبه لي. يعني انت لو بتجيب هو طبعا الاثنين دول غير اللعيبه كده كده على ذمه النادي اللي هم الاعاره، اللعيبه المعاره واللعيبه اللي جايه، وفي اللعيبه اللي معاك السنه دي، واللعيبه اللي بدات تتطور وتظهر بشكل كويس. هو طلباته من خمس لست صفقات بس، رقم واحد واثنين بالنسبه له اللي قلتهم لك دول. دول هاتهم لي الاول، وبعد كده اللي انت عايزه. انت اوريدي جاي لك محمود علاء، وجاي لك اعتقد احمد ايمن منصور، واحمد عيد. احمد ايمن منصور من اللعيبه برضو اللي هي معاره اللي طلع الجيش، عشان كانوا عنده جيش، وكان تعاقد الزمالك معاه السنه اللي فاتت، هيرجع السنه الجايه. وعندك احمد عيد. احمد عيد، وعندك اوباما، يوسف اوباما، وعندك حمدي علاء. حمدي علاء دول خلاص قرار بيعود. لا، مفيش حد يعني، مفيش حد الاعاره كله راجع، مفيش حد اسمه ان هنسيب حد، الا لو الراجل قال لك انا مش عايزه. بس كل اللعيبه وكل الناس كله راجع. صحيح. بجانب الصفقات، بجانب الناشئين، بجانب اللعيبه اللي هي هتبقى موجوده معاك. وهو كمان قال لك انا محتاج من السنه الجايه 25 لاعب بس يبقوا موجودين معايا. 25 لاعب بس، مش عشان كده من 25 لاعب. يعني هو حتى بيعتمد مثلا على لعيبه معينه كاساسيين، هو هيجيب مثلا خمس ست لعيبه مع اللعيبه المعاره خلاص. انا بقول لك يا خالد، هو كان قاعد مع الكابتن ميدو. مع ميدو قال له انا 18 لعيب بالنسبه لي. سرد باك اشول، وسرد باك اللي هو ايمن، وباك يمين وباك ليفت، وواحد بيلعب برجله الاثنين، يبقى بديل الاثنين دول. 8 6 و2 8، وواحد بيلعب معاهم. والهافين واحد يمين واحد شمال، وهاف بيلعب بيمينه وبيلعب بشماله. صحيح. مش عايز اكتر من كده. هو ما انا مش فاهم، هو اللعيبه اللي موجوده بجانب اللعيبه اللي هيجيبها. بيقول لك هو قال كده، يعني ده حقيقه قال الكلام ده. لكن طبعا احنا كده كده كنادي هنجيب صفقات، وصفقات محترمه جدا. طبعا امير وميدو واللجنه طبعا شغالين بشكل كويس بالتناسق مع الراجل. صحيح. يعني الراجل هو على حسب طلباته وبيعرضه عليه. يعني هو بيقول لك انا عايز كذا، فميدو وامير بيجيبوا له لاعب او اثنين او ثلاثه في المكان. انا كلمت ميدو النهارده، يعني عشان بس الناس تعرف، كلمت ميدو النهارده وقلت له على لاعب معين مثلا. فميدو بي 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 بيعمل سكاوتنج ويشوف اللعيب، وفي الاخر بيقول لك بعرض القصه على الراجل، والراجل هو اللي بيتخذ القرار. ميدو امير هو يعني اعتقد كمان ميدو كمان بالفتره حلقه الوصل ما بين اللجنه وما بين الراجل.
طبعا. ودايما موجود معانا كمان في التمرين، كل يومين ثلاثه موجود في التمرين، ممكن كمان بكره تقريبا جايب مدرب تغذيه للعيبه، قصدي دكتور تغذيه للعيبه. عشان في لعيبه كان وزنها زاد وكده. لا، في لعيبه كمان عندنا بتتصاب بسبب سوء التغذيه، يعني شلبي مثلا. في كذا نظام الاكل بتاعه، عايزين نعمل نظام للعيبه كمان، عشان احنا ان شاء الله ناويين يعني اقول الموسم اللي جاي باذن الله يبقى نادي الزمالك يرجع لمكانته الطبيعيه ان شاء الله. فعايزين نعمل حاجه محترمه ونبدا باسس كويسه، وكمان الاهتمام اللي عامله امير وميدو في قطاع الناشئين، عايزين يفوروا الملاعب دي كلها، وهيعملوا اوضه لبس محترمه، يعني في عايزين نعمل منظومه محترمه. ان كمان ما انت تاسس من تحت، طبعا تاسس اللعيبه من تحت. انت ممكن يعني انا اقول لك بالنسبه لحراسه المرمى، انا في خلال سنتين او ثلاثه انا نادي الزمالك بقول لك مش هيشتري جون، مش هيبقى محتاج. مع صبحي مش هيحتاج حد، صبحي وعواد مش هيحتاج حد تاني. لا، عندك في 2008 و2003 في جوان محترمه جدا، وخاصه الاثنين بتوع 2008. في كلام كمان على عوده احمد نادر السيد. احمد راجع موجود، في هيبدا معانا من 1/7 كمان، صح؟ ده خلاص. موجود احمد نادر السيد، خلاص رجع من البرتغال واعارته انتهت. واحمد كمان كلمتوه انتوا يا كابتن؟ كلمته وخليت منصف كمان كلمه، هيبدا معانا من 1/7 خلاص. ان احمد شخصيه كويسه جدا، كهيئه جون محترم وطموح، واكيد ان شاء الله يفيدنا باذن الله يعني لما نشتغل. يمكن انا ما كانش ليا حظ ان انا شفته في التمرين كتير، فلسه ان شاء الله يبقى يفرق معانا برضه. فانا يعني بكلمك على جزء اللي انا يمكن انا عشته الفتره في القطاع الفتره دي. انا بقول لك النادي الزمالك لو اهتمينا اللي هو شغال دلوقتي عليه، هو مواليد 2006 و2008 و2003، لا عندنا في كل فرقه. بس انا كمان يعني انا يمكن مركز مع الاثنين بتوع 2008، لان شايفهم مواصفات الوان مش طبيعيه. 15 سنه؟ يمكن واحد، انا مطلع واحد فيهم متمرن مع الفريق الاول. هل فعلا في واحد منهم 15 سنه طوله 190؟ اطول مني بشويه كمان. اطول منك؟ 15 سنه. الاثنين. سواء عمر او محمد ايهاب. انت شايف دول مستقبل حراسه المرمى في مصر؟ مستقبل يعني مش هقول لك، انا ربنا بس يحميهم ان شاء الله، هيبقوا حاجه جامده جدا جدا يعني. كان منصف لما قلت له على الكلام ده، قال لي سؤال، قلت له بس جربها. حط وسط الاجوان، لا قال لي الواد كمان بيتطور، لان انا عايز العيال دي تبقى شخصيتها مبنيه، شخصيتها من وهي صغيره كده، عارف يعني ايه نادي الزمالك، عارف يعني ايه ان هو يبقى ملتزم ويبقى عنده مسؤوليه. لما تبني من حد وهو صغير، دلوقتي بيقول لك 23 سنه 21 سنه يقول لك ناشئ، ازاي يا جماعه؟ انت لعبت كام سنه يا كابتن؟ صحيح انا طلعت 17 سنه. بالظبط. هو 16 سنه كمان كنت طالع، كنت بطلع معاكم لما كنت بهرب، ان انا مش عايز اروح التقسيمه معاكم. صحيح. لكن هي كلام ان بتاسس حاجه او فكر ان انت عايز تعمل حاجه للمستقبل لنادي الزمالك، وهو ده الراجل اللي يمكن يمشي عليه الفتره اللي جايه، ان في ناشئين كتير هيطلعوا، بس طبعا مش هيقدر يحطهم الا في ظروف معينه. طيب عايز اروح معاك شويه، ابعد شويه واروح معاك ليوسف اسامه نبيه. يوسف اسامه نبيه القصه كبرت قوي، وبدأ كابتن أسامة نبيه يطلع يقول ما عرضوش عليا حاجة، ما كلمونيش. بدأ بيقول بياخد مش عارف 80,000 جنيه، ثم في عقده، وبعد كده بدأ يقول عارضين عليا 3.5. امبارح سمعت الزميل هاني حتحوت على لسان كابتن أسامة نبيه، يعني ان هو بيقول عرضوا عليا 3.5 4.5 5.5 6.5، بجانب ان هيتخصم الفلوس، وبجانب مش عارف ضريبة التنمية، بجانب المشاركات. يعني بيقول ما معناها يعني ان الفلوس قليله جدا، وان هو قرر انه يمشي ابنه ويديه بيراميدز. احكي لك انا القصه كابتن خالد بالتفصيل، وانت عارف ان انا الحمد لله ما اخافش من حد، انت فاهم يعني القصه دي، وانا بقول اللي بيرضيه عليا ضميري بس. لما انا جيت كان امير موجود في التمرين، قلت له بعد اذنك امير شوف لي موضوع يوسف وسيف. تمام. جعفر. لان انا بالنسبه لك كنت باعد نفسي عن موضوع التعاقدات ده، انا مجرد ان انت بس حطوا انتوا الارقام، لو انتوا عايزين ان انا اشتغل في الموضوع ده اديني الارقام وانا هتفاوض مع اللعيبه. انما انا اخش اتفاوض على ارقام، انا مش يعني ما كنت مش حابب كده. فامير قال لي خلاص انا هتكلم معاهم وهديك الارقام بعد كده ونظبط الدنيا. فالمهم قعدنا بعديها تقريبا، امير قابل يوسف في اركان، قعد معاه في اركان هنا في 6 اكتوبر، واتفقوا على 4 5 6 7. تمام. 4 بدايه 4 غير البونص. صافي، مفيش تنميه، مفيش كلام من ده، صافي. صافي كانت المشكله. صافي يعني مفيش ضرايب عليه؟ لا لا لا
صافي. تمام. عشان بس المعلومات. ده مبلغ كبير جدا على فكره على لسه لاعب لسه صاعد. هو ما لعبش مثلا 7-8 ماتشات. يعني تقدير ليه ولوالده. واحترامي لان انا بحب يوسف جدا على فكره، واد محترم. وهو من الشخصيات الجميله يعني، بس ما اعرفش التفاصيل اللي بره ما اعرفهاش يعني. تمام. بس الواد يوسف نفسه لا شخصيه جميله. المهم اتفقوا، بس كان الخلاف المشاركة أول سنة وتاني سنة. نسبة المشاركة. نسبة المشاركة كان أمير حاطط 75%، لو لعب 75% مباريات فنسبة المشاركة دي موجودة. تمام. فجيت أنا مكلم أمير، قلت له أمير معلش خلاص يعني نستثني الواد معانا وكده والكلام ده نستثني. طب قال لي خلاص أول سنة لا، تاني سنة لو لعب 50% ياخد المشاركة. بس ده طبيعي على فكرة. طبيعي ده اللاعب لازم يموت نفسه عشان يلعب. خالد اللاعب اللي بيحط نسبه مشاركه ده يبقى لاعب مش عندوش ثقه في امكانياته. حاسس ان هو مش هيلعب. حاسس ما عندوش ثقه في امكانياته. انا بعتبرها كده. انت عملت نسبه، انا عمري ما عملت نسبه مشاركه. لا ولا عمري. اللي هي ال 75% دي مش فارق. انا عمري ما عملت عقد تقريبا. مش نسبه مشاركه. ايوه لا يعني عملت نسبه المشاركه دي مش قصه. طالما ان انا عندي ثقه في امكانياتي ايه الفرق يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ لا انا هفرض نفسي. المهم. ده بقى اللعيب الشخصيه. فالمهم اتفقنا على الامير جيم كريم، قال خلاص توكل على الله. مفيش قعدت معاه الصبح كلمت يوسف بقى قلت له جبت له بعد التمرين قلت له يوسف خلاص انا حليت لك الموضوع مع امير ومفيش مشكله خلاص. قال لي خلاص هرجع للكابتن اسامه وانا كده كده موجود. معلش كان قبليها المدرب وقف معاه في الملعب وقال له انت من اللعيبه المهمه اللي انت اللي انا عايزها واللي انا هعتمد عليها وهحفظها. فانت ماضي مع حد؟ قال له لا. بعد كده رجع تاني قال له لا انا ماضي مع بيراميدز. اكتشفنا ان هو ماضي مع بيراميدز من 5 شهور أو 4 شهور من شهر فبراير تقريبا. ده اللي أنا عرفته. يعني ماضي من بدري قوي. ماضي ده اللي أنا يمكن كان ميدو اللي قال المعلومة دي. وتقاضى مقدم. أعتقد كان. أنا بحكيلك في التفاصيل. فالمهم الراجل لما عرف قال لي ماتش الإسماعيلي كنا رايحين نلعب الإسماعيلي في الإسماعيلية قال لي أنا هطلع يوسف بره. قلت له لا أنا قعدت مع يوسف والواد وعدني إن هو هيمضي ما ينفعش إن إحنا نطلعه بره وإحنا ممكن نستفيد بيه. فقال لي خلاص ماشي. فخدوا المعسكر كان عايز يطلعه بره المعسكر. فلما قعدت معاه الراجل قال لي لا خلاص انا هاخده معسكر وكده وراح معانا المعسكر والكلام ده. المهم رجعنا قعدت معاه الصبح نرجع لك بقى تاني قعدت معاه الصبح قلت له يوسف بعد التمرين قلت له كذا 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 وانا خلاص الموضوع. قال لي خلاص انا هشوف الكابتن اسامه هرد عليك. روحت البيت لقيت المواقع كلها كده ان محدش قاعد معانا محدش قاعد عرض علينا حاجه محدش فوجئت بحاجه الصبح انا قاعد معاه الصبح. يعني روحت نمت طبعا عشان صاحيين من بدري والكلام ده نمت لقيت الموضوع ده كله. لا الموضوع ما كانش كده خالص. ومحدش بيتكلم مش عارفين نتكلم مين في النادي. ايوه صح كابتن اسامه قال كده مش عارفين نتكلم مين في النادي والكلام ده. لا فانا رديت طبعا لا الموضوع الراجل اتعرض عليه حتى انا لما كلمت لقيت كابتن اسامه مكلمني لما الراجل بقى ما نزلش يوسف التمرين. فكلمني وقال لي حتى لو عرضتوا عليا كل حاجه هتعملوها انا والله بالنص. قال لك ايه بالظبط؟ كل حاجه هتعملوها انا هقف ضدها والواد هيمشي. خلاص انت مش عايزه خلاص مش عايزه في النادي خلاص والله. قال لك كده قال لك ايه بالظبط؟ قال لك انا لو انت حتى زودتوا لي والحاجات اللي انا عايزها كلها اتعملت انا مش عايزه مش هقعده مش هقعده في النادي مش هقعده في النادي. طيب. هو واضح ان كان في مشكله ما بينه وما بين امير. يعني هو بيتكلم معاه برضه عشان لما قال لامير انا عايز اجدد للواد وتقريبا الموضوع اتاخر او امير كان المفروض هيكلموا مع بعض وتاخرت طبيعي. انت الراجل ايوه بس انت بتقول ان هو ماضي في فبراير يعني ماضي من 4 شهور مع بيراميدز. هي متقاضى مبلغ انت عارف متقاضى مبلغ صح؟ مقدم تعاقد من بيراميدز. ما هو انا الكلام لما قلت لما انا اتكلمت مع اسامه اقول لك ان هو دلوقتي انت هتقول له طب انا دلوقتي هو مع بيراميدز المستشار مرتضى مثلا علاقته بالناس دي كويسه لو انا دلوقتي هروح اتكلمت معاهم اتكلم معاهم بناء عليه والناس مش ماضي وانا مش ماضي معايا ما هو لازم يمضي معايا عشان ان انا اعرف اتكلم مع الناس. لان انا كاولويه نادي الزمالك ان انا ايده. لان هو كده كده كان على ال طب وكابتن اسامه نبيه قال لك ايه؟ قال لي لا. قال لي انا إيه؟ مش هوقف ابني. مش ايه؟ مش هوقف ابني يعني. انتوا كده كده هتبيعوه يعني مش هتبيعوه كده كده ما حدش هيقف معاه وهيتوقف. على اساس يعني ان هو ما يمضيش لناديين. ان هو ما يمضيش لناديين. بس هي قلت له اعتبر المقدم ده موجود الكلام ده قلته ليوسف. المقدم ده اعتبره ان انت خدته واحنا هنتصرف مع بيراميدز. بس لازم تبقى معايا اللي انا هرجع لهم الفلوس يعني هنحل لهم الموضوع. بس هو واضح ان النيه كانت ان هو مش عايز يكمل خلاص نهائي قولا واحدا. ده وده اللي حصل بالظبط يا كابتن خالد. وانت شايف ان كل ما يقال بعد كده كلها مبررات للرحيل بس اكيد. وانا دلوقتي انا حكيت لك التفاصيل.
كل ده اللي حصل ما بيننا. وفي الاول وفي الاخر الكابتن اسامه ليه كل التقدير وكل احترام طبعا، لان هو زميل وبرضه ما نغفلش الحاجات اللي عملها نادي الزمالك. لكن وانا شايف ان يوسف اتظلم في الموضوع ده من وجهه نظري. يعني انا قعدت مع الواد يعني ان كان قرار والده، يعني اعتقد بنسبه 90%. ان هو كانت من جواه حاسس ان يوسف عايز يقعد. انا كان احساسي كده او كلامه معايا كده. تمام. على المهم، لكن في النهايه خلاص ملف يوسف انتهى. خلاص، ما هو هو متواجد في بيراميدز الموسم الجديد. بس هو خلاص على العموم. وهقول لك حاجه، يعني حتى مشان مرتضى قال وانا بتكلم معاه مره واحنا في اجتماع، قال لي لو عايز يرجع ما يرجع، موجود مفتوح ده مكانه. على العموم في النهايه ده قرار كابتن اسامه نبيه والاسره مع يوسف نفسه. يوسف برضو راجل، يوسف مواليد 2000، بس انت يعني قصدي 23 سنه برضو. لو هو عنده رغبه برضو مؤكده انه يقعد في النادي هيقعد في النادي، بس هو خلاص توافق قرار. هو القرار متاخد، قرار متاخد واتاخد مقدم تعاقد وراح بيراميدز. ربنا يوفقه في قراره في النادي اللي هو راحه، ونادي الزمالك ما بيقفش على اي لاعب يعني أكيد في النهايه يعني. طيب على العموم هنطلع لفاصل نرجع نكمل حوارنا مع الكابتن الكبير كابتن عبد الواحد سيد مدير الكره للفريق الاول بنادي الزمالك. طيب ورجعنا لكم مره اخرى مع الكابتن الكبير كابتن عبد الواحد سيد. كابتن عبد الواحد، انتشر برضو على المواقع ان انت كان في خلاف رهيب ما بينك وما بين ميدو. ايه القصه دي؟ وهل فعلا كان في حاجه حصلت؟ لا خالص طبعا، نهائي. بص يا كابتن خالد، ميدو امير وكابتن اسماعيل طبعا بعد بشار مرتضى كانوا هم السبب الرئيسي ان انا جيت اصلا في المكان ده. صحيح. اذا كان ميدو هو اللي مرشحك. ايوه، يعني ميدو مرشحني وكان امير كمان كابتن اسماعيل، والمستشار قال لهم ماشي. يعني الراجل مرشحني ويبقى في خلاف ما بينه وما بينه، دي انا اول مره اسمع. مين بيطلع الكلام ده؟ بص يعني هم شايفين، ده من وجهه نظري، ان الدنيا بدات تظبط وفي تعاون كبير ما بيننا. يعني مثلا في تعاون ما بينه وما بين امير وما بين ميدو، عاملين حاله كويسه ما بيننا وبين بعض. وفعلا القرار لما بيتاخد جماعي ونتكلم كتير. يعني ميدو تقريبا يوميا مثلا مكالمتين ثلاثه مع بعض في حاجات. إيه انت يعني انت استغربت ان حد طلع؟ يعني مش عارف مين مصدر القصه دي. هي طلعت مع في برنامج مهيب، وما اعرفش طلعت ليه اصلا. يعني مهيب اللي قالها؟ هو اللي قالها طبعا. على لسانه؟ قالها على لسانه وقال لك في خلاف. طب ما هو ممكن، معلش، ما هو المصدر، ما هو كابتن اسامه نبيه طول الوقت معاه. هو جايز كده، ما هي واضح هي جت كده، لان هو البرنامج الوحيد اللي قال الكلام ده. وكان طبعا الخلاف اللي هو ظاهر ما بين ميدو وما بين اسامه في موضوع التجديد، يمكن نتعرف الكلام ده. لكن انا ميدو الصراحه من الناس اللي هي المحترمه جدا، بيشتغل وعلى فكره كمان في التمرين معانا موجود، ودايما بعد التمرين الراجل تفطروا مع بعض. الراجل دايما بعد التمرين دايما بيعمل اجتماع. 70% من الاجتماعات ميدو موجود معانا في الاوضه، ودايما بنتكلم لو في مشكله بيواجهها، لو في حاجه عايز يوصلها للراجل، الراجل عايز يوصل له حاجه، يبقى في تعاون كبير. زي ما بقول لك كده، يمكن التعاون اللي موجود ده هو اللي مزعل الناس. يعني ايه المشكله ان احنا مجموعه؟ يعني انت لما طلعت كده في برنامج مهيب استغربتها قوي. اكيد يا كابتن خالد، مفيش اصلا، يعني مفيش خلاف ولا هيكون في خلاف. الناس كلها بص يا خالد، الحمد لله الفتره الاخيره دي الناس كلها بتشتغل عشان الزمالك. بنحب المكان اللي احنا اتربينا فيه ده، كلنا بنحب المكان ده بجد، وعايزين نفرح جمهورنا، وعايزين نرجع تاني لمكانتنا الطبيعيه. لان الموسم بالنسبه لنا ده موسم شايف ان هو من المواسم اللي هي الكارثيه، اللي ممكن ان شاء الله ما تتكررش تاني باذن الله. فالتعاون الموجود او النجاح، يعني مش هقول لك النجاح لان مفيش لسه ما عملناش حاجه، الروح اللي موجوده يمكن مزعله ناس. صحيح. طيب عايز اروح لك ل رحيل بعض اللاعبين برضه للاسف على لسان كابتن من كباتن الزمالك السابقين كابتن اسامه نبيه. طلع مع الزميل الاعلامي مهيب عبد الهادي وقال لك ان في لعيبه كلمتني وعايزه تمشي، زي فتوح، زي صحيح. زيزو، زي الجزيري. ايه القصه دي؟ الجزيري الحمد لله مشي وجدد سنتين. صح، ده كان بعد التصريح على طول. بعد التصريح ان هو جدد للزمالك. الجزيري جدد لغايه 2025. طب ايه حقيقه القصص دي؟ اكيد في لعيبه على فكره، اكيد فتوح بيجي له عروض وزيزو بيجي له عروض. مفيش حد اتكلم في الموضوع ده نهائي من اللعيبه. ما انا مع اللعيبه كل يوم موجود. ناس بتمرن طبعا من خلال البرنامج. انا بشكر لعيبه الزمالك الفتره الاخيره حقيقي، بغض النظر عن النتائج والناس اللي بتقول عليهم كلام، لعيبه ملتزمه. يمكن ان شاء الله طبعا سياده المستشار الفتره اللي جايه هيطلع لهم
جزء من المستحقات المتاخره باذن الله، عشان كمان اللعيبه دي احنا طالبين منهم ان هم ياخدوا كاس مصر باذن الله، يعني يحيوا الموسم بشكل كويس ويعملوا مباراه كويسه جدا مع النادي الاهلي باذن الله. يعني ان هو ده من الاهداف اللي هو نبدا نحطها، في التزام كبير. شايفين انت، حاسس ان انت كابتن خالد دلوقتي اوضه اللبس بالنسبه لنادي الزمالك بقت فيها هدوء كبير يعني عن صحيح. الفترات اللي فاتت يعني. طيب دور امير مرتضى منصور، وابتدت يتحط ان امير اتخانق مع اسامه نبيه، اتخانق مع يوسف اسامه نبيه، يعني دور امير معاك ايه؟ امير انا لما جيت قعد مع الراجل وقعد مع جهاز الاداره قال لهم عبد الواحد مكان انا موجود دلوقتي. اي قرار بياخده ارجعوا له. وطبعا امير كان شايل حمل كبير جدا الفتره اللي فاتت طبعا، ف اداني المساحه اللي هو الطبيعيه اللي هو اللي كمدير كوره، وفي نفس الوقت لما بيبقى فيه مشاكل فيه حاجه بيبقى فيه اتصال دايم معاه ونتناقش. وفي علاقته بالراجل ايه؟ امير كويس جدا. ما هو هو اللي جايب الراجل، ما بقول لك ميدو امير الراجل، انا مجموعه مع بعض دايما بيبقى فيه كلام كتير، تليفونات يعني تليفونات كتير، وفي ميتنج كتير مع بعض، عشان لو في حاجه في الراجل احيانا بيبقى فيه ليه طلبات معينه، عايز جت في دماغه حاجه النهارده، عايز يتكلم مع ميدو، عايز يتكلم مع امير، بيبقى وحده واحده شغالين. احنا عايزين زي ما قلت لك بكررها تاني، احنا عايزين ننجح، عايزين نرجع الزمالك للطبيعه. ما فيش حد بقى هيفكر فلان هو اللي بيعمل، فلان هو اللي بيعمل، فلان هو اللي تولاد النادي، يعني ما عندناش الكلام ده ولا حد هيفكر. نجاح النادي من نجاحكم بس، هو ده اللي احنا بنفكر فيه. احنا عايزين نرجع لطريقنا الطبيعي في نفس الوقت، يعني الناس تساعدنا. طيب كلمني عن عبد الشافي. ممكن كمان بقول لك حاجه، معلش يمكن اللي زعلك اللي معظم اللي بيطلع الكلام ده من ولاد النادي. صح صح، اكيد حاجه تزعل الكابتن اسامه نبيه، يطلع الهوا يقول هذا الكلام حتى لو حقيقي. وكمان اللي بيقطعوا في الراجل او بيتكلموا على الراجل بشكل مش برضه ولاد النادي. يعني طب انتوا يعني المفروض النادي بيمر بمحنه رهيبه، ولاده هم اللي يكونوا في ظهره. انت تقف دلوقتي الوقت، انا دلوقتي لما عندي مشكله ما انا محتاجك تقف معايا عشان اعدي المشكله، مش وانا مبسوط وفرحان الناس كلها بتنط يعني بتخش المركب دلوقتي وموجودين، اول ما بتحصل مشكله كله بيجري. لا، ما انت لازم، انت لما يبقى عندنا مشكله ما انت لازم تقف وتدافع عن ناديك اللي عمل اسمك واللي كبرك واللي خلاك في المكان اللي انت موجود فيه. صحيح. نروح لحمد عبد الشافي. محمد عبد الشافي انتشر ان هو قرر اعتزال كره القدم بعد نهايه هذا الموسم. هو اتكلم معايا في النقطه دي. قال لك ايه بقى عبد الشافي؟ هو رجله طبعا تعباه جدا، بس هو في ان شاء الله في محاوله اخيره كده مع دكتور معين، يمكن ان شاء الله ركبته عنده خشونه كبيره، يعني مش خشونه عاديه، يعني كل ما يلعب ترجع له تاني وركبته تورم. بس هو كان كلامه معايا ان هو خلاص. هو عبد الشافي شخصيات محترمه جدا، انت عارف جدا طبعا، ما تسمعلوش صوت. قال لي يا كابتن انا مش هكلف النادي عقد على الفاضي. يعني قال لك كده؟ والله مش هكلف النادي عقد على الفاضي. هو كده كده عقده مستمر لسه السنه الجايه. السنه الجايه وكان ممكن يكمل، كانش حد هيقول له مش هاخد فلوس. انا ما يعني شفت التربيه والاخلاق. قال لك مش هاخد ايه؟ انت كنت بتتكلم على، قال لك انا مش هاخد فلوس، انا ما عملتش بيها حاجه يعني. فقال لك انا هشوف رجلي. قال لك هيشوف، لسه هيقرر ان شاء الله، وانا يمكن في زياره قريب ليه، انا اشوف اخر كلام معاه ايه وهو اللي هيعمله احنا. لكن النسبه الاكبر هو قرر الاعتزال كره القدم. بسبب الاصابه يعني. طيب نروح لعبد الله جمعه. كلام جاي لي كويس عن عبد الله جمعه اخر اسبوعين. هايل. ايه بقى؟ الفترة الأخيرة بدأ يركز بشكل كبير. يمكن أنا عبد الله، أنت عارف إن هو من جنوب سيناء. أيوه من جنوب. سيناوي زيك. قعدت معاه أكتر من مرة، والصراحة بعقلية مختلفة الفترة الأخيرة بالذات. الراجل مبسوط منه؟ جدا. يعني الراجل حتى، هل فعلا خس؟ حتى الراجل يعني يمكن من يومين فإحنا قاعدين كده في اجتماع، قال لك حد شاف لاحظ حاجة فما بيتكلم، قال لك عبد الله جمعة. بقى في يعني عنده حماس وعنده ان هو عايز يرجع. مش معنى ان احنا في نهايه موسم، ممكن الناس تقول لك ده عشان نهايه موسم وبتاعه بيظهر، لا، هو الواد بدا يحس ان هو فعلا لازم يرجع. يمكن انا شايف اللي كان، يمكن قعدت مع عبد الله اللي عمل فيه كده كارتيرون. هو اللي قال لي يا كابتن هو من فتره مش عارف اجمع نفسي من وقتها، بس ان شاء الله مع الراجل والتزامه هو يعني اللي هيرجع اللعيب، هو اللي بيرجع نفسه. هل خس فعلا هو؟ بدا يخس بشكل كبير. بس هو عايز تاني، بس ده تمام. فتمرينه يا كابتن خالد بتبان عليه ان هو مركز وعايز يبقى موجود. طيب
الانطباع العام عن محمد اشرف رؤى بعض الجماهير بتهاجمه على مستواه على ادائه وبتاع. اما باجي اكلم الجهاز الفني او يقولي ده هايل، ده شخصيه هايله، ده محترم جدا، ده يعني الراجل بيحبه جدا على فكره. فعلا بيحبه جدا. بص رؤى من الشخصيات اللي بتبقى موجوده في اوضه اللبس، تبقى انت بص يا خالد انت مش شرط اللاعب يبقى عندك 100%، مش كل اللعيبه اللي عندك في الفرقه انت بتبقى سوبر يعني. اكيد طبعا في لعيب يبقى مثلا 70 80 في 60% بس في اوضه اللبس محترم جدا، شخصيه كويسه، يقدر يلم لك لعيبه، بيبقى ليه قرار. ممكن انت محتاج زي ما انت محتاج ده محتاج ده. يعني الراجل بيحبه جدا. انا بتكلم عليه بطريقه هايله، وهو الواد ملتزم جدا. يمكن صحيح. الجمهور بيهاجمه ممكن عشان موقف وحاجه او حصلت، بس الواد شخصيه محترمه ومؤدب ورايم ربنا جدا كمان. اشرف رؤى. طبعا. طيب نروح لحاتم سكر. حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق، الثلاثه موجودين في المنتخب الاولمبي وسافروا المغرب استعدادا لبطوله طبعا افريقيا اللي هتقام بعد 3 4 ايام هتبتدي، وعندنا اول ماتش مع النيجر يوم 25. طبعا انتوا هتلعبوا الماتشاتكم كلها بدون الثلاث لعيبه دول يعني، وده ده شيء يحسب ليكم على فكره. لان على فكره الزمالك ممكن يتمسك بلعيبته لو عايز. لا بس هو الراجل، انا بص بقول لك حاجه، الراجل يعني ما تقريبا يعني عنده بدايل يعني ان شاء الله ويبقوا كويسين باذن الله. ايه رأي، قول لي الثلاثه، انطباع الراجل عن الثلاثه وانطباعك عن حاتم سكر، لانه لعيب اتحط في وضع صعب، ابتدى بياخد بيكتسب خبرات، وشايف ايه؟ انت برضو مش عايزين نحكم على حاتم من الماتشات اللي لعبها، ممكن في ناس تكون شايفه ان هو لا، بس هو عنده على فكره عنده حاجه من اللعيبه اللي هو الكواليتي اللي هينفعك مع طريقه الراجل، ويبدا يحفظ ان هو لسه برضو يعني صحيح لسه بيبتدي مشواره يعني، وكمان يعني يمكن مش هقول لك لعيب صغير، بس هو بقاله ما لعبش وفجاه لقى نفسه اساسي على طول وموجود ومطالب ان هو يلعب كل الماتشات، ومطالب ان هو يطبق طريقه لسه اول مره بنلعب بيها. تمام. فده دي حاجات كتير بتحتاج وقت. صحيح. وانا بقول لك اسيريو باذن الله يعني مع الوقت مع اللعيبه اللي كان لجنه التعاقدات هتعملوها باذن الله، اعتقد ان شاء الله الموضوع هيختلف باذن الله خالد باذن الله يعني، واتمنى ده كده عشان جماهيرنا. طيب. بس تفرح شويه. الشهر اللي فات انتشر كلام كتير جدا على انتقال امام عاشور للنادي الاهلي، وبدات الناس تتكلم واخبار وابتدى حتى يسال مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ عن هذا الموضوع ويقول لعيب كويس وكلام من هذا القبيل. انا عارف ان امام عاشور الفتره الاخيره متواجد داخل نادي الزمالك، ويمكن كان موجود في التمرين، كان معايا اول امبارح من 3 ايام. قول لي انطباعه ايه وعايز ايه وهل ممكن يرجع؟ ما بقول لك لقيته بيكلمني بيقول انا عايز اعمل استشفاء في النادي. يا ابني ده بيتك، عايز تعمل استاذ ليه؟ فجيه قعدت معاه ودخل طبعا مع اللعيبه في الاوضه وعمل استشفاء جاكوزي وساونا والحاجات دي، الاستشفاء عشان كان بيتمرن يعني. فانا قعدت معاه وكلمت قلت له يا امام انت ايه الدنيا؟ قال والله يا كابتن انتوا لو محتاجين انا موجود. فانا كلمت يعني حتى عنده رغبه انه يرجع؟ طبعا. كلمت انا ميدو حتى وقلت له يا ميدو لو ينفع نجيبه عرس انا هحاوله في الموضوع ده. يعني اللاعب ما عندوش مانع يعني؟ لا ما عندوش مانع، ما عندوش مانع انه يرجع نادي الزمالك تاني. يرجع وقال لك انا مش هرجع، هو ده كلامه. كنا قاعدين كده في التمرين حتى اللعيبه بتهزر معاه، قال لهم انا ما الزمالك ما حد ما الاهلي قالوا له يعني انت رايح الاهلي وكده، اللعيبه بتهزر معاه. قال لهم ايه؟ قال لهم لا انا مدرجات. لا والله العظيم. انا اول مره دخلت نادي الزمالك كنت في المدرج، قابلت كان قابل الكابتن حتى وقف مع المنصف، قال انا كنت باجي اقعد في المدرج وانت اول واحد سلمت عليه في النادي. فالواد يعني يعتبر من الناس اللي اتربت على حب الزمالك يعني. هم زملكاوي من هو صغير. لا يعني كل زمالكاوي. الكلام اللي يتقال ده ومضى انا بقول لك الكلام ده دلوقتي اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. وان هو كامام عاشور ما عندوش مانع انه يرجع الزمالك تاني، ولكن بموافقه نادي. انا بلغت ميدو الكلام ده بموافقه نادي. طبعا اللي هو نادي الدنماركي يعني. هو حتى لو في امكانيه نجيبه عرس انا ما قال لك انا ما عنديش مانع، انا تحت امر نادي الزمالك. صحيح. بس نقفل اللغط في الكلام ده اللي يقول لك ان ما فيش فلوس في النادي والكلام ده. لا هو لو الموضوع هيعرف يجي هيقول لك انا ما عنديش مانع ان انا ارجع يعني. طيب محمد عواد بما لا شك فيه ان محمد عواد قدم مواسم طيبه جدا مع نادي الزمالك، ولكن انت اللي تعرفني بيتقال ان عواد متضايق انه ما بيلعبش، عواد ساعات يقول انا متعور ويطلع يمشي في المعسكر يجي محمد نديم مكانه، عواد ابتدى يقول ان هو عايز يمشي اخر سنه دي السنه الجايه.
ابتدى يتكلم على فكره ان جاي له عروض من السعوديه بس دوري الدرجه الثانيه. انا مش همشي اي حد من الاجوان نهايه يا كابتن خالد قولا واحدا، ما فيهوش كلام. مستحيل. طب تقولي العواد؟ لا اقول له ما... لا بتكلم معاه انا ما... ده ما بينه وما بينه، بس هو طبيعي ان اللاعب لما ما بيلعبش يزعل، ده لو ما زعلش يبقى ده مش ما عندوش دم. اكيد اي لعيب ما بيلعبش وخصوصا كمان ان هو بس... كان ليه دور مهم في فوزنا بالدوري يعني. طبعا دور كبير وجون محترم يعني عواد من الاجوان المحترمه جدا، بس هو دايما احساس عواد دايما انه حاسس ان هو مظلوم شويه من مش من الفتره دي، من الفترات اللي فاتت كلها من ايام ما كان المفروض يروح منتخب مصر كاس العالم كان دايما يقول لك انا كان الناس المفروض تقف معايا والكلام ده، بس هو لازم يبقى عارف ان انت في الفتره دي لو كنت بتتمرن 70% لازم تتمرن 100%، وده اللي اتكلمت معاه طول الوقت، اللي انت ما بتلعبش فيه لازم تتمرن اكتر، وهو كل واحد بيبقى له دور. انا بقول لك قولا واحد، ما حدش كل رايك في مشاركه محمد صبحي امبارح، وانت طبعا غير ان انت مدير كوره انت كنت حارس كبير يعني. لا لا محمد صبحي من حراس المرمى الهايلين يعني، وان شاء الله يتطور وكمان بيكتسب خبرات، وقرر لك منصف من مدربين ما شاء الله الهايلين فعلا. عبد الوهاب انت اتمرنت مع مدربين كتير، المنصف ما شاء الله يعني رغم ان يعني خبراته قليله او ما اتمرنش كتير، لكن لا فارق مع الاجوان، وان شاء الله تشوف التطور كبير في حتى بال اللعب بالكوره. لان الراجل رقم واحد عنده حارس المرمى، حارس المرمى لازم يكون بيلعب برجله، يعني لعيب كوره لازم، ده اساسي عنده هو. على فكره في اوروبا كلها قال لمنصف الكلام ده كده، قال له يا منصف انا بالنسبه لي رقم واحد لازم حارس المرمى عندي يكون لعيب كوره، لان هو الاساس اللي بيبدا الهجمه واللي بيبني كل حاجه هو حارس المرمى. طيب عايزك تقول لي كمان كلمه اخيره بقى للمستشار مرتضى منصور، كلمه اخيره ليه للمواقف اللي فاتت والمواقف اللي جايه، تقول له ايه؟ تطلب منه ايه وتقول له ايه؟ انا بقول له ربنا يعينك طبعا، وان شاء الله تبقى موجود معانا فعلا. لما زي ما قلت لك خالد، لما قعدت 3 أسابيع هو مش موجود في النادي كان في يعني مشاكل كتير واجهتها، فان شاء الله يبقى متواجد معانا، وباذن الله كمان يعني اتمنى ان شاء الله المشاكل اللي موجود فيها دي تتحل، لان هو فعلا راجل بيتعب. وخلي بالك كمان يا خالد، هو مش بغض النظر ان هو رئيس النادي، هو مشجع زملكاوي فظيع. بص هقول لك حاجه، لو انا عايز منه اي حاجه بعد الماتش كسبانين ممكن اخد منه اي حاجه فعلا، تحس ان هو زملكاوي يعني مشجع زملكاوي درجه ثالثه. فربنا يعيننا كلنا الفتره اللي جايه، هو كمان بالذات يعني، وان شاء الله دايما هو معودنا ان هو على قدر المسؤوليه، ونرجع لنادي الزمالك لطبيعته، وهو كمان يبقى موجود في النادي بالذات. طيب طلع علينا رئيس نادي انبي في احدى البرامج وقال لك مصطفى شلبي كان عايز يروح الاهلي ورغبته الاهلي وبتاع، تعاملت مع الموضوع ده؟ كلمت مصطفى ولا لا؟ طبعا. قال ايه بقى؟ يعني كمان قلت لميدو، ميدو رد بطريقه مش يعني ما شاء الله يعني. فلا قلت له يا ابني انت ركز، انت معانا، وانت دلوقتي طالما انك انت دخلت نادي الزمالك، على فكره الواد شخصيه محترمه جدا ومؤدب مصطفى، يعني من الناس الهاديه خالص، ما صعيدي كده، ما بيتكلمش كتير يعني. فلا بس هو كبير على فكرة. هو مركز ومع الراجل ده ان شاء الله لعيبه كتير، مش مصطفى بس يعني، يا رب بس اللي انا بشوفه في التمرين يحصل في الماتشات. يعني ابتدى في تطور، اللي انا بشوفه في التمرين يا خالد، لا بحس ان احنا فرقه برغم ان انت محتاج لعيبه، محتاج لعيبه ومحتاج اماكن معينه، الناس اللي موجوده دلوقتي لا كلها بتشتغل وبتجتهد، وكل واحد عايز يثبت نفسه. ان شاء الله، بس انا اتمنى من ربنا طبعا الاجتهاد والتعب اللي اللعيبه تعبته الفتره اللي فاتت نلاقيه في الماتشات باذن الله. طيب احنا فاضل لنا حوالي 4 ماتشات في الدوري، وبعد كده هيكون في البطوله العربيه، شايف الاستعداد للبطوله العربيه عامل ازاي؟ وهل الاماكن دي او الاضافات دي هتكون موجوده معاكم قبل البطوله العربيه؟ ان شاء الله. يا برضه بتوقيت البطوله العربيه انا من وجهه نظري صعب جدا. وطبعا الاشتراك مهم، وانك تبقى متواجد مهم جدا، لكن انت برضه اللعيبه اللي هتجي لك هتحتاج وقت، وهتحتاج منك ان هي تنسجم على الجو، لان انت ممكن في لعيبه خلي بالك ممكن تتظلم. انت برضه لما بتلعب هتلعب ماتشات صعبه جدا، فاتمنى ان شاء الله بس يبقى التوفيق معانا باذن الله يعني. احنا خلاص بس مجموعه الزمالك اتعرفت، مجموعه الزمالك الزمالك الاتحاد المنستيري الشباب النصر السعودي الشباب والشباب السعودي. ما ترتيب الماتشات الاتحاد الشباب النصر
لا والله. لا اتحاد ابن السيري اول ماتش، الشباب، وبعد كده الشباب، وبعد كده النصر اخر ماتش. يعني الشباب والنصر مع بعض اول ماتش. ترتيب يعني كويس بالنسبه لنا ان شاء الله. تدريجي، ترتيب تدريجي، ربنا يسهل بس ان شاء الله يعني. ان شاء الله الصفقات تبقى كويسه واللعيبه تبقى واقفه على رجليها، وعايزين كمان نختم الموسم بشكل كويس باذن الله يعني. صحيح صحيح. وانت هتلاحظ ان شاء الله في تطور كويس. انا ما قلت لك كده، نطلب بس من ربنا ان شاء الله. التعب اللعيبه تعبته، والجهاز الفني تعبوا الفتره اللي فاتت، لان فعلا بتعبوا جدا. ان شاء الله نشوف في الملعب باذن الله. باذن الله ان شاء الله. كابتن عبد الواحد نورتني وشرفتني وسعيد بوجودك معايا، ودايما اللقاء ده يتكرر ان شاء الله مره في الشهر كده، عشان نطمن جمهور الزمالك دايما على الفريق. اكيد يا كابتن خالد ان شاء الله موجود، وطبعا بناشد جماهير نادي الزمالك الفتره دي، النادي محتاجها، محتاج تكاتف الناس. يمكن البطوله اللي خدناها والفتره اللي خدنا فيها بطولات كان في تكاتف من كله، سواء من الاداره، من الجماهير، من ولاد النادي المحترمين اللي هم عايزين فعلا يوقفوا النادي. فاتمنى الفتره اللي جايه يبقى فيه تكاتف عشان نقف على رجلينا بشكل كويس. طيب معلش نسيت سؤال مهم جدا برضو، الجمهور اكيد عايزه، سيف فاروق جعفر. الدنيا اخبارها ايه سيف؟ وهل فعلا سيف جه بلغك ان في ناس كانت عايزه؟ اللي بلغني الكلام ده، قال لك ايه بقى؟ معمول عليا حمله كبيره، وبيطلع عليا اشاعات كتير، مش عايز اخش في تفاصيل يمكن ميدو يوضحها. في ناس كلموه زملكاويه قالوا له امشي من النادي؟ والله؟ وقعدوا يحرضوه ان هو يمشي يعني. قالوا له يمشي، وكمان الصحفيين بيكتبوا، بيخلوا صحفيين يكتبوا عليه ان هو مضى، وان هو مضى في بيراميدز والكلام ده. فانا قعدت مع سيف واتفقت معاه على كل حاجه، وبرده امير كان بعت لي العقد بتاعه. انا عارف ان انت قعدت معاه واتفقت معاه، وقال لك سيب لي يومين افكر. لا وبعد كده، لا بعد كده قال لي رجع كلمك بقى؟ قال لك ايه بقى؟ عايز اقعد مع المستشار مرتضى. عايز يجدد مع المستشار مرتضى. فكلمت المستشار مرتضى وقلت له دلوقتي سيف عايز يقعد مع حضرتك. قال لي خلاص انا في ميعاد هيحددوه، المفروض النهارده او بكره تقريبا. المفروض كان النهارده، بس ممكن تقريبا عشان القضيه وكده ممكن يبقى بكره. وان شاء الله ان شاء الله خير. واللاعب عنده رغبه؟ لا لا، هو سيف قال لك انا الرغبه الاولى زملكاوي، بس اعتقد بقى هم هيتكلموا بقى في حته التفاصيل اكتر. سيف عايز حاجات معينه من المستشار مرتضى، هم بقى يحلوها مع بعض. لكن هو خلاص ولا مضى النادي؟ لا لا ما مضاش. واللاعب عنده عايز يقعد في النادي؟ لا عايز يقعد. وكانت رغبته انه يقعد مع المستشار مرتضى منصور. مستشار منصور هو اللي مربيه. ايوه، ما انا قلت له خلاص. يعني حتى لما كلمته وهو طفل رضيع، لما كلمت انا المستشار قال لي خلاص يجي يقعد معايا، وانا هقعد وانا هخلص انا معاه. خلاص. وسيف على فكره لاعب واعد يعني. ان شاء الله لاعب مستقبل كويس، وعايز يركز كمان شويه. لو ركز اكتر من كده ان شاء الله هيبقى في مكانه كبيره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن عبد الواحد. شكرا كابتن خالد. ان شاء الله. شكرا كابتن عبد الواحد سيد، نجم نادي الزمالك وحارس مرمى التاريخي لنادي الزمالك، مدير الكره للفريق الاول. شكرا على هذا اللقاء اللي وضح فيه امور كثيره جدا جدا كانت مطروحه على الساحه الفتره الاخيره بالنسبه لكل الزملكاويه. تعال نطلع لفاصل ونستقبل بعد الفاصل فقره النقد الرياضي مع الاستاذ عبد الشافي صادق الاهرام، ومع الاستاذ عمر الايوبي طبعا نقد رياضي باليوم السابع، ومع المؤرخ الزملكاوي مصطفى الفخراني بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة أخرى في الساعة الأخيرة من برنامج زملكاوي مع فقرة النقد الرياضي، وعايز أرحب بضيوفي المحترمين الكاتب الصحفي الكبير بالأهرام الأستاذ طبعا عبد الشافي صادق. يا أستاذ عبد الشافي مساء الخير على حضرتك. كابتن خالد صباح الخير. سعيد دايما أكون موجود معاك، ودايما بنقدم يعني بنحاول نقدم ما يفيد جمهور الزمالك العظيم، ونكون عند حسن الظن بيهم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا ناقد رياضي كبير باليوم السابع استاذ عمر الايوبي. استاذ عمر ازي حضرتك؟ كابتن خالد منور. نورك يا حبيبي. طبعا المؤرخ الزملكاوي المتميز دائما مصطفى الفخراني. يا استاذ مصطفى اهلا بيك يا كابتن خالد، واهلا بالساده المشاهدين. طيب نبتدي معاك؟ نبتدي معايا بما ان احنا كنا بنتكلم بره عن موضوع كده دلوقتي احنا بنحضره. عندنا ثلاث تجارب، بما ان انا طبعا حضرت المؤتمر بتاع المستشار مرتضى في نادي الزمالك. وتطرق لحاجات كتير، وبنقول يا رب نسرع في الفرع الثاني. فانا بشوف النقد من السوشيال ميديا للي هم الكارهين او اللي مش فاهمين. في ناس كارهه وفي ناس بتمشي وراهم ضلال كده، يعني ايه مجرد انه مش فاهم. اول حاجه اتكلمنا المره اللي فاتت عن موضوع مش عارف المحلات، وازاي في محلات تتاجر
فترة طويلة ما فيش بنك بياخد سنتين ويمشي، ده مش كشك. فلازم البراندات والبنوك بتقعد بال 20 سنة، ده طبيعي. واحنا عندنا عدد كبير جدا ده يمكن يبقى كل ده تأجر 20 سنة. فديت من النقط اللي ايه بيهاجموا فيها. برضو تطرقوا لفكرة ان الاستاذ احمد مرتضى منصور قال انا فاضل لي بطولة افريقيا والفرع الثاني وابقى ايه قفلت اللعبة. فبيقارنوا، هو ما قارنش نفسه بريال مدريد ولا برشلونة ولا تقارن نفسه بالاهلي، وبيقارن نفسه بعصور رؤساء نادي الزمالك على مدار التاريخ. لان هو بيقول ايه، بيقول ما قبلي فرع وسابوا فرع، ما كانش فيه بنيه تحتيه وبقى فيه بنيه تحتيه. بقى عندنا قناه، بقى عندنا، انا وصلت كاس عالم انديه في الباسكت، وصلت كاس عالم انديه في الهاندبول، فاضل لي كره القدم. فانا بحاول اوصل، ووصل كاس عالم في الطايره بنات، بحاول اوصل وجهه نظر للناس كلها. وجهت امال مثلا عندك النادي الاهلي وصل الفرع الخامس، فانت بتتكلم في، هو ما بيقارنش نفسه بحد، هو بيقول انا على مدار العصور احنا عملنا ايه لنادي الزمالك. تمام، فاضل لي اوصل. دي من النقط اللي حصلت في المؤتمر. نيجي للنقطه اللي المستشار مرتضى منصور جه في الاخر برضه بينتقده، حته ان هو قال مش عارف ايه، شوفوا الجون بتاع عبد المنعم ده جه ازاي، او محدش شافه، يعني نوع من انواع التهريج. ولكن هو برضه اي كلمه بيقولها المستشار بيعملوا عليها سبوت. القصه اللي انا عايز اوصل لها ان انا كنت جايب ثلاث تجارب تاريخيه. انا بقول ان محدش يقدر يقارن فريق اللي عمله باشمهندس محمود طاهر في النادي الاهلي بالفريق اللي وصل خمسه فاينل افريقيا. تخيل ان الفريق ده قعد الفتره بتاعت باشمهندس محمود طاهر ما خدش افريقيا خالص، برغم ان كان في حسام غالي لو موجود في عزه هيقعد اي حد، وليد سليمان في عزه هيقعد اي حد، عبد الله السعيد بقيمته من اعظم لاعبين مصر على التاريخ، يعني من نادي المية ونادي اللعيبه عظيم، لو موجود في سنه الصغير. لا، وهو على فكره اللي جاب علي معلول، هو اللي جاب وليد ازارو، وجاب محمد الشناوي، كان في الهجوم وليد ازارو وايفونا وانطوي ومتعب. دلوقتي مش عارفين يجيبوا مهاجم. فانا بقول التجربه دي زي تجربه 2020 نادي الزمالك. نادي الزمالك كان عامل فرقه زي ما احنا قلنا في كل مركز، ده ما خدتش برضه بنفس الموضوع، ما خدناش الدوري. طب هنيجي للتجربه الثالثه بسرعه كده، هجيب لحضرتك تجربه حصلت في نادي الجونه من ثلاث سنين. كانوا بيسموها اهلي به. اهلي به، التجربه دي كانت، عايزين نقول مثلا ان كان في 11 لاعب من الاهلي، هقول لحضرتك اساميهم دلوقتي. ال 11 لاعب كان في خط الدفاع احمد علي اهلي، محمد نجيب اهلي، لؤي وائل، محمد الجزار كان ناشي، وعمرو السعداوي ناشي. خط الوسط كان اكرم توفيق واسلام محارب وعمر بركات واسلام رشدي، وكان في الهجوم احمد ياسر ريان وناجي جد. فدول كانوا 11 لاعب من الاهلي، معاهم كابتن حسام غالي، يعني اداريه صحيح كبير، معاهم كابتن رضا شحاته، فهي تجربه اهلاويه. وكان نادر شوقي كمان، نادر وكيل اللي هو اللي كان ماسك النادي، كان ماسك النادي. طب حضرتك الجونه دي مكان، اولا كانوا بيلعبوا ماتشاتهم كلها على ارض، غير زي مش زي الاسماعيلي ولا اسوان اللي بيتعبوا. يعني هم كل ماتشاتهم اللي عندهم مش القوي، اللي هو اللي هم بيبقوا فيهم المضيف، بتبقى كل ماتشاته على ارضه، يعني عنده ملعب. الحياه سبع نجوم هم وعائلتهم. طب انت عايز توصل لايه؟ هقول لك، بس هقول لك دلوقتي، الحياه عندهم سبع نجوم، يعني ما عندهمش عجز مالي. طبعا الباشمهندس سميح ساويرس ولا كده الفلوس على طول اول باول، ما عندهمش المشاكل اللي بيشوفوها الانديه الجماهيريه. وطبعا كان الماتشات بتلعب بدون جمهور، فهم عندهم كل الامتيازات، ان عندهم اسماء اللعيبه دي كانت صف تاني في الاهلي، وكانوا بيلعبوا مش اساسي بس بيلعبوا. وفي معارين ورجعوا الاهلي. هبطوا ليه؟ عندهم كل الامكانيات، الفريق ده كانوا واخدين دوري، 11 لاعب واخدين دوري. هبطوا ليه؟ منهم ثلاثه اساسي اللي هو زي اكرم توفيق وكده. هبطوا ليه؟ يبقى الفكره هنا، هو المستشار مرتضى منصور دايما بيقول ايه، محدش يقعد يقول لي مش عارف افريقيا في حاجات كتير قوي غير الملعب. يعني لو كانت اللعيبه دهيت هي بطله الدوري ما تهبطش مع الجون، على الاقل تاخد مركز. معاهم نفس التجربه، معاهم عقليه زي كابتن حسام غالي، معاهم رضا شحاته مدرب كويس. فاحنا بنقيس التجارب، فريق 2020 وفريق 2016 كان تخيل استاذ عبد الشافي، فريق 2020 كان فيه مصطفى محمد، فرجاني ساسي، طارق حامد، اشرف بن شرقي. تخيل ما خدناش ولا دوري، زيزو ما خدناش ولا دوري ولا كاس افريقيا، صح؟ وصلنا النهائي وما خدناش دوري. طب اقول لك على حاجه، بس المجموع، بس الفرقه دي خدت سوبر افريقي، سوبر مصري، وخدت سوبر مصري، خدت ماتش ببطوله. معلش، لا دي فرقه وخدت كاس مصر عملت ما حدش عمله. لا ده انت كسبت ترجي 3-1
خدت سوبر مش دعوه ما بتكلمش على ماتش لا بتكلم على كم البطولات الفرقه دي الفرقه دي كانت بالفرقه دي بالقوه دي بالامكانيات دي تاخد كل البطولات كان لازم تقعد على الظروف الطبيعيه كنت تاخد كل انت ماتش 2020 تكسب اكمل حاجه بس اكمل كفايه بتاعت اشرف بن شرقي دي مصطفى غربال حسبها في اول على اشرف تعليق بس تعليق بس اخر نقطه ان طارق حامد واخد الدوري مع الاتحاد جده من كريستيانو رونالدو وبديله كانتي يعني بديل يوم ما طارق حامد هيمشي هيجي بداله كانتي اعظم سته في العالم بالظبط اسمه دوت ساسي واخد مع الدحيل الدوري مصطفى محمد منع هبوط نانت الفرنسي اهداف مصطفى محمد والنقاط اللي جابها لهم هم كانوا على شفا هبوط عبد الشافي قبل كده مشي من الزمالك خد دوري مع اهلي جده كهربا مشي من الزمالك عمل دوري سوري خد كاس الملك وعمل موسم عظيم جدا مع اتحاد جده وهو دلوقتي مع الاهلي ورقه رابحه يعني اللعيبه بتخرج من الزمالك على عكس ما بقول لك الفرقه اللي خرجت وهبطت اللعيبه بتخرج من الزمالك ليها قيمه عظيمه وانا جايب برضو السيفيهات بتاعه المدربين صور المدربين هنجيبها دلوقتي هنجيبها دلوقتي استاذ عبد الشافي عايز تتكلم فيه اسمح لي في البدايه انا عاوز اتكلم على نادي 6 اكتوبر لازم يعني اتكلم عنه لان انا شايف نادي 6 اكتوبر ده مش مجرد فرع لنادي الزمالك لا مش فرع ده مدينه رياضيه متكامله بكل ما بتعني هذه الكلمه مش فرع احنا كلنا متشوقين مش فرع حسب بدايه الانشاءات يعني المكتبات اللي شفتها والشغل اللي يعني 128 فدان يعني مساحه رهيبه فده مش فرع لنادي الزمالك ولكن ده مدينه رياضيه متكامله تحمل اسم نادي الزمالك ان شاء الله والتاريخ سيشهد ان مرتضى منصور مستشار مرتضى منصور اللي اسس نادي الزمالك الحديث واللي انشا اعلام الزمالك ومنها قناه الزمالك يعني اسس اعلام الزمالك ثم بعد كده قناه الزمالك سيشهد ان هو انشا هذا الصرح الكبير اللي بيتكلم فيه المستشار في المؤتمر الصحفي قال خلال سنه هيكون في نادي 6 اكتوبر نادي الزمالك في 6 اكتوبر الاعضاء بيروحوا ان شاء الله وحدد المساله قال له 1000 عضويه لها امتيازات 2000 لها امتيازات ال 1000 الثانيه امتيازات ال 1000 الثالثه لها امتيازات علشان الصرح الكبير ده وكلام احمد مرتضى منصور عن نادي 6 اكتوبر بيقول ان هو هيقدم حاجات رائعه وكمان المفترض انك انت حسب الفلوس والاموال الموجوده تبدا على 20% من الارض الكبيره جدا المساحه الكبيره جدا 128 فدان لكن مساحه 50% هيتم العمل فيها لا ده عمل ضخم وعمل كبير لا يقدر عليه الا مجلس اداره النادي الزمالك بقياده المستشار مرتضى منصور ويتحمل المسؤوليه في هذا المشروع احمد مرتضى منصور الذي اكتسب من الخبرات الكثير خلال عمله كعضو مجلس اداره مش مع المستشار مرتضى منصور مع الدكتور كمال درويش مع المستشار جلال ابراهيم فاكتسب خبرات كبيره العمل التطوعي والعمل الاداري فهذا المشروع يحسب لمجلس اداره ويحسب للمستشار مرتضى منصور لان في ملاعب في حمامات سباحه كتير في مول تجاري في فندق في مستشفى في استاد استاد ضخم يتسع لعدد كبير من الجماهير فاذا نادي الزمالك يعمل مدينه رياضيه ده عنده استعداد ان يساهم في استضافه مصر لدوره اولمبيه خاصه انت عارف الدورات الاولمبيه كابتن خالد لازم يبقى في قريه اولمبيه فانا شايف ان ده مدينه رياضيه متكامله يحسب لمجلس الاداره ورئيس النادي على هذا الفرع اللي كتير جدا يعني انا عضو في نادي الزمالك بقالي 30 سنه كل شويه اقول خدنا ارض في الحته الفلانيه لكن المره دي كلام بجد والعمل بدا بجد والنهارده في كتير جدا من زملائي الصحفيين سالوني على العضويه في نادي الزمالك فرع 6 اكتوبر فده شيء لازم نتكلم فيه اتكلم فخراني على الجونه ما عندهاش ازمه ماليه والجونه عندهم فندق 5 نجوم من لعيبه مقيمه فيه باولادهم بكله لا رغم من كده نزلوا درجه ثانيه بس طلعوا ونقول لهم مبروك لا ما هو تطلع وتنزل لا انا لا بس انا يعني انه انا مبروك يا كابتن خالد مبروك بس التجربه فشلت وكان هم الفرع الثاني للنادي الاهلي يعني على اساس انه في 11 لاعب من الاهلي والمدرب رضا شحاته من النادي الاهلي فخلينا نتكلم في حته ثانيه خالص يا كابتن خالد فضل. مش عشان الجونه ده معناها ان الكره للجماهير ان استثمر واطلع نادي وانزل نادي ونادي يطلع حد حس ان الجونه ناقصه السنه دي من الدوري اطلاقا حد حس ان الجونه غاب عن الدوري الممتاز محدش حس على الرغم من توفر الامكانيات الموجوده الماليه ويقدر يشتري اي حد ده دليل على ان الانديه الشعبيه مهمه
لان شايف ظهور انديه باسماء تانية دي تضعف المسابقه. وانت قلت كده يا كابتن خالد في الانترو بتاعك، انا مش عايز انديه جديده، انا عايز استثمر زي ما انجلترا بتعمل في انديتها الشعبيه، المان سيتي والارسنال والليفربول وكل واحد ليه جمهوره. يعني انت مثلا ليفربول اتكلمت على الجماهير يا كابتن خالد، طب ما ليفربول جمهوره كله في مدينه ليفربول. صحيح صحيح، مدينه ليفربول كلها بتشجع ليفربول. صحيح، فده في مدينته، انا عايز يبقى في مدينته، الاتحاد السكندري في مدينته، المصري في مدينته، الانديه دي المنيا، المنيا يجي، اسوان ليه جمهوره. فالانديه الشعبيه سويس. الانديه الشعبيه هي قوام كره القدم. اذا اردنا ان احنا كره القدم عندنا في مصر تبقى زي قويه زيها زي الدوري الانجليزي، زي الدوري الاسباني، زي الدوري الالماني، الدورات الخمسه الكبيره والدورات العربيه اللي حوالينا، زي المملكه العربيه السعوديه عندها دوري قوي، هيبقى موضع اهتمام تخيل العالم. السعوديه مثلا ممكن نقول الدورات السته الكبار في العالم هم هيبقى السعوديه منهم. السعوديه منهم، الدورات السته الكبيره في العالم. بتيجي ازاي؟ صناعه كره القدم صناعه للشعب، للجماهير. فاذا انا استثماري لازم يبقى استثمار في انديه شعبيه، انديه شعبيه اللي هي كل الانديه اللي لها جماهيرها في مدن استثمر اموالي فيها، عشان كده هتلاقي الجمهور هو لاعب رقم واحد. وانت يا كابتن خالد اتعاملت مع الجماهير وعارف يعني الجمهور بيطلع طاقتكوا ازاي وبيحرككوا ازاي في الملعب. فالجونه يطلع، الجونه يصعد، الجونه ينزل، مش هيأثر في الدوري. انت عاوز تضعف بطوله الدوري، طلع انديه باسماء غريبه، اف سي ايه، اي اسم الاسماء. لكن انت عايز تنهض بكره القدم وتنهض وتخلي الدوري المصري واحد من الدوريات الكبيره في العالم، لازم تهتم بمسابقه مستقره، اتحاد كره بلا مجاملات، لجنه مسابقات تتعامل مع الانديه على مسافه واحده، بس مش يبقى كلام على الورق، لا، عداله ومساواه وتكافؤ فرص ونزاهه، بالاضافه تدعيم الانديه الشعبيه. طيب انا عايز اقول لكم حاجه مفاجاه، يمكن مفاجاه كتيره، يعني بمناسبه كلام الاستاذ عبد الشافي صادق، في نادي كبير جدا استثماري بيفكروا يبيعوا اللعيبه كلها اللي فيه، بيلعب في الدوري الممتاز، بيفكروا يبيعوا اللعيبه كلها، فابتدوا يفكروا ان هم يبيعوا النادي. فقال لك لو بعنا النادي مش هيجيب فلوس، لكن لو بعنا اللعيبه هتجيب فلوس، هتجيب فلوس اكتر. وابتدى ازمه ماليه طاحنه في هذا النادي، رغم انه عامل نتائج كويسه ومعرفش ايه، ولكن يمكن خلال شهر شهرين هنشوف تغير في اسم النادي، في بيع النادي، بيع اللعيبه، مجيء نادي جديد مكانه، يعني هيحصل حاجات الفتره اللي جايه. وده اللي احنا بنقوله، ان احنا الانديه الشعبيه ما حصلش فيها كده ابدا. عمر ما هتلاقي مثلا ايه بنصفي الاسماعيلي، او بنصفي مثلا المصري، او بنصفي الاتحاد. بيفتقد لمعنى الانتماء كمان. انا ارتبطت بفرقه يا دوب مثلا انت عايز تشهرها اربع خمس سنين، وبعد كده قال لك لا انا هبيع واغير. طب تمام استاذ عمر، ده شغل، تتكلم في الموضوع ده ولا اللي انت عايزه؟ انا بحب دايما اسمعكم ان انتوا بتقولوا الموضوع ده. لا بص، ما هو اصل انت حاليا الكوره مصاريفها ضخمه جدا، الناس مش واخده بالها منها، رهيبه يعني. لا اقول لك الحاجه، يعني حتى بقعد اسمع ارقام كتير جدا، يقول لك مثلا الزمالك دخل فيه مليار و2 مليار وحاجات، بقت عاديه في الكوره دي. لا هو الارقام دي ما بتخليش نادي الزمالك، لكن انت بتيجي تتكلم الناس بتقولوا كلامه بس. لكن انا هاخدك انا في نقطتين مهمين. مش عايز اتكلم انا عن موضوع الانديه والنادي. انا عارف طبعا النادي ده، النادي ده جاله عرض تقريبا ب 200 مليون جنيه تقريبا. بس في مشكله ان هو هيدفع 200 مليون للنادي، وبعد كده عنده لعيبه بياخدوا يعني مش واخدين 10 او 20% من حقوقهم بالظبط، عايزه بتاع 300 تاني، يعني نص مليار اللي هيشتري. وهو هياخد ايه؟ برضه ما عندوش جماهير، ما عندوش حاجات كده. صحيح، الموضوع صعب. لا خلينا احنا في نادي الزمالك نتكلم في الزمالك احسن، لان الزمالك عندي نقطتين اتكلم فيهم. اهم حاجه الوزيره الاولانيه اللي احنا كنا قبل كده، انا قلت لك لو انت فاكر، قلت لك الزمالك مر بالسيناريوهات الأسوأ كلها قبل كده، كل السيناريوهات الأسوأ، لكن خلاص انت في امور جايه في الوضع الطبيعي. ليس نادي الزمالك رضخ لضغوط الجماهير، وهو كان طبعا ما كانش عاوز يروح النادي الا لما يلغي قرار حكم العزل، صح كده؟ صح كده. هو رجع الاسبوع اللي فات وابتدى اعتقد حق في اللجنه الفنيه، وبيبقى في اجتماعات وفي كلام كتير جدا على الصفقات، والدنيا ماشيه في طريق طبيعي. النهارده برضه ما تيجي تتكلم في هيئه فوضى الدوله النهارده تقرير، يا ريت تقراه لنا كده والنبي عمر، عشان حابب ان انت تقراه، او استاذ عبد الشافي حابب مين يا استاذ؟ مش لابس النضاره. مش تاخد النضاره بتاعتي؟ عمر عشان خد نضارتي. يلا ماشي، ممكن تقرا الحسيات اللي في الاخر. في الاخر اعتقد ان احنا مش شرط نقرا الدباجه الاولى ولا ايه؟ لا الاولى اللي هو هو التقرير عن تقرير هيئه مفوضه الدوله في الطعنين الاتيين.
طبعا الطاعي الاول كلنا عارفينه اللي هو الطاعون اللي عامله هاني شكري وعبد الله جورج وواحد اسمه ابراهيم عبد الغني ابراهيم سعيد عبد الغني ضد المستشار مصطفى خالد مصطفى عبد الخالق ده الاربعه اللي عاملين الطعن على الحكم بتاع المستشار مرتضى هي مفاوضات الدوله عملت ايه بقى؟ ماشي وفي طعن تاني بس لازم نتوقف عنده الطعن التاني ده مقدمه وزاره الشباب والرياضه مع مديريه الشباب والرياضه ضد الحكم يعني تضامنا مع موقف المستشار مرتضى منصور وده شيء رائع شيء عظيم بيخليني احس اشعر بان ريحه الاستقرار جايه نادي الزمالك ان شاء الله ومجرد المستشار مرتضى منصور عادل نادي الزمالك عادل الاستقرار طبعا في مضمون بيقول انه ضد عضو مجلس الاداره حكم يصدر ضد المكتوب يعني ان صدر حكم ضد عضو مجلس الاداره حكما نهائيا بعقوبه مقيده للحريات في جنايه او جريمه مخله بالشرف والامانه ولما كانت وفقا للمفهوم الذي قررته محكمه النقض يعني الاضافه للقانون انه يعني بيقول قانون الرياضه لازم يكون مخل للشرف ومخل للامانه وفي حكم محكمه النقض المشار اليه من الهيئه العامه جرائم السب والقذف لا تندرج ضمن الجرائم المخله للشرف والامانه صحيح عشان كده لا يستوجب العزل اي حد صحيح. يعني مش المستشار مرتضى منصور اي حد عضو مجلس اداره رئيس نادي اي حاجه ماشي على فكرة قليل جدا 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 في القضاء المصري اللي بيتحبس واحد بسبب سب وقصف على فكرة نادرا هو بالنسبة للصحفيين ما فيش حبس ماشي ومن ثم لا يصبح هذا الشرط قائما بالنسبة للطاعن في الطعن الأول المستشار مرتضى منصور ويكون قرار مجلس إدارة نادي الزمالك الصادر بمحض الاجتماع مجلس إدارة بجلسته العادية رقم 16 بتاريخ 22/23 برفض وقف عضوية الطاعن في الطعن الأول مرتضى احمد منصور كرئيس مجلس اداره قائما على صحيح سنده القانون يعني قرار قانوني ماشي الامر الذي ينتفي معه امتناع جهه الاداره عن ابطال قرار مجلس اداره نادي الزمالك المشار اليه ومن ثم لا يوجد قرار اداري يمكن مخاصمته بدعوى الالغاء ما فيش قرار اداري ماشي مما نرى ترى معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير هذا المذهب من القضاء فانه يكون قد اخطا في تطبيق صحيح حكم القانون ويكون 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 نفي عليه نفي عليه بالالغاء قائما على سنده يعني قائم على القانون المهم ومن حيث انهم من يخسر الطعن يلزم بمصرفاته عمل بحكم مادتين كذا وكذا القانون مرفعات كذا نرى الحكم ده تقرير بعد اعلان المعلنين على النحو الثاني اللي هو بعد اعلان الطعنين اعلان الطعنين على النحو المبين قانونا وبقبول الطعن شكلا والغاء حكم المطعون فيه الغاء حكم العزل والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الدعاوي كل الدعاوي عدم اللي هي اتعملت ضد المستشار مرتضى منصور واحتياطين كمان يعني في حاجات تانية طبقا لمواد كذا وارقام كذا واحتياطيا بعدم قبولها لانتفاء مصلحه المدعين يعني انت مش ذي صفه عشان ترفع الدعاوى القضائيه دي لازم تكون ذات مصلحه ذات مصلحه وكمان ومن باب الاحتياط بعدم قبولها لانتفاء القرار الاداري ما فيش قرار اداري يعني في حالتين غير اللي هم ضد القانون وضد حكم محكمه النقض وضد كذا لا في حكم قرار اداري ولا في مصلحه للمدعين عشان يقدموا وكمان ايه ومع الزام المطعون ضدهم من الرابع حتى السابع في الطعن الاول كذا الرابع كذا بالمصروفات في اي هذه الحالات تمام ده انا شايف ريحه الاستقرار دي كابتن دي مذكره مستشاري هذه قضاء الدوله خلي بالك ده تقرير هيئه مفوض الدوله مستشارين هيئه المستشارين وده انا شايفه يعني اسمح لي بقى انا لا اتكلم على احكام القضاء لان دايما احكام القضاء هي عنوان الحقيقه ودايما المستشار مرتضى منصور تقعد معاه بيعلمنا ازاي نتكلم على احكام القضاء والقضاء ودايما قضاءنا شامخ ده ريحه الاستقرار ريحه الاستقرار وان المستشار مرتضى منصور مستمر موجود في نادي الزمالك حتى تستمر الحياه في نادي الزمالك وبدات بالفعل يا كابتن خالد مجرد عودته وعقد المؤتمر الصحفي عادت الحياه لنادي الزمالك حمامات السباحه جت الفلوس جت للمدربين والموظفين واللاعبين كل الناس جت فالمستشار مرتضى منصور وجوده هو صمام الامان لنادي الزمالك في نقطه جوهريه بس يا استاذ عبد الشافي حدث تاريخي اللي هو اول مره يلتف جمهور الزمالك يعني الكاره والضد قبل المعه في موقف الانسحاب من
ماتش السوبر اللي هو في الامارات رغم وجود سبونسرز ورعاه وفي بلد ثانيه وكل دوت لم يحدث للزمالك قبل كده. انسحب الزمالك اخر خمس دقائق ماتش قادر عظيم المجلس اتحل لحد ما حصلش حاجه. ليه؟ لاول مره يقفوا ورا قرار. يعني بقول لجمهور الزمالك بصوا لما وقفتوا ورا مجلس الاداره مره محدش يقدر يقول لك حاجه لان هو واخد تأييد شعبي كام مليون بيقول لك انت على حق. وموضوع كهرباء وموضوع لجنه الاستئناف والحاجات دي كلها حاجات باطله لسه كمان احنا بعتنا للاتحاد الفيفا هنشوف قرارات قريب ان شاء الله. ما هو اللي عمل المواقف دي كلها انت لقيت دعم قد ايه؟ فالدعم ده طول ما انت بتدعم مجلس الاداره في الاستقرار اكس مش مهم مجلس الاداره مين على طول نادي الزمالك انتوا عارفين مش مهم الاسم عشان ما نبقاش بيقول لك انت اشخاص. لا مجلس الاداره اللي جايب انتخابات والجمعيه العموميه عايزينه هات اقف قصاده في الانتخابات وهو هيقول لك شكرا ويقول لك مبروك لكن طيب. انت لازم تبقى واقف وراه استاذ عمر عشان معلش عشان خدت كلمه منك اتفضل. ماشي بص يا كابتن انا قلت لك يعني بدات في الكلام في دوت بيديك صوره ثانيه ان انت بص يعني مش مرتضى منصور الاول يعني هو بيمشي مع القضاء هو الراجل ما كان موجود في النادي وحتى كلام يعني الدكتور اشرف صبحي في احدى الحوارات قال باللفظ كده قال لك مش مرتضى منصور هو اللي بعت بنفسه قرر نفسه قال كده تلفزيونيا يعني ده قراره ودي وصلنا فيها للقضيه اللي هو عامل فيها طعن على احكام العزل اللي بتتكلم فيها دي تمام كده وهي ايه هو راجل واخد القرار يبعد بيبعد ليه بيبعد عشان شايف الاجواء كلها كانت محيطه بيه سيئه جدا لكن خلاص هو دلوقتي لما لقى الدنيا بتنهار حمامات السباحه بتقفل فرق رياضيه مفيش صفقات مفيش الناس بتقبض والدنيا الناس سايباها تحمل مسؤولياته بقى ورجع هو وابتدى زي ما انت شفت كده اكلمك واكلم وعمل لجنه فنيه محترمه من نجوم النادي وابناء النادي ده رقم واحد. رقم اثنين ابتدى يتحرك ولك الحاجه في نقطه مهمه جدا اللي انت وجوده اصلا لما رجع النادي ما الاشتراكات فاتحه صح كده وكان بتستقبل كل حاجه ما كانش حد بيروح يدفع فلوس ما كانش حد بيدفع ولا مليم لما هو ابتدى يرجع ابتدت الناس تروح عايزه تدفع حاسه ان كل يوم مليون ونص بقولك حاسه ان في كيان موجود وبتدفع احنا ناخد منها دي النهارده كمان بتيجي تقرير هيئه مستشاري قضايا الدوله هيئه قضايا الدوله بيقول لك ان كل الطعون دي خلاص تعتبر ملغاه بيوصي بيلغاها بيوصي بان هو قرار الزعاز ده لا يجوز كل دوت بيديك ثقه اكتر في مؤشرات انت تكمل نقف عليها بقى ونكمل اللي انت الجزء المهم اللي قاله دلوقتي مصطفى اللي انت الجماهير تلتف لما انت كان عندك قرار ماتش السوبر وكان قرار مهم جدا وقرار صعب لازم تاخد بالك طبعا انت بتتكلم في قرار صعب مش اي حد ياخده مش اي رئيس نادي في الزمالك او حتى الاهلي او اي نادي في مصر ياخد قرار انت تنسحب من بطوله كبيره وتنظم في دوله بس اصحح لك يا عمر مش انسحاب اعتذار 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 عن الخوض المغرى ماشي زي ما يكون مسمى انت ما شاركتش عشان ما ندفعش كتير لا مش هندفع ماشي يلا ماشي. ماشي. انت في الاخر ما شاركتش كان في زي ما قال لك كده حشد جميل انت المفروض تبقى بالصوره دي على طول انت المفروض تبقى دايما جميل كده مش تقعد تخش على فكره بطوله السوبر اتلغت اه والله السوبر اتلغى بقى اسمها حاجه النخبه خلاص بقى بطوله من اربع فرق خلاص فكره السوبر دي اللي هي بطل الدوري يلعب بطل الكاس دي اتلغت خلاص دي مش هتتعمل تاني هتتلغى بعد كده معموله النخبه دي كمان انديه النخبه دي هتبقى اربع انديه ثلاثه وفي واحد بالاختيار الشركه المنظمه او الدوله المنظمه ايه عشان تسويق الرعايه وكده فهتبقى اربع فرق هيلعبوا اول وثاني الدوري وبطل الكاس ونادي هيختير وعلى فكره الاربعه هيلعبوا مع بعض هيبقى دوري من دور واحد يعني بطوله دوري من دور واحد ويعلن عنها واعتقد ان البطوله الجايه تكون في السعوديه على فكره ده تم تطبيقه في كره اليد يا كابتن خالد وفي اسبانيا عملوها انا عايز اكمل لك اللي انت وصلت المرحله دي لازم بقى الجماهير بقى تقف بقى مع اداره النادي ما تخشش انا بقعد اخش في جروبات على الفيسبوك يعني او على الواتساب بلاقي ناس بصراحه مندسه ناس بتقعد تشتم في الاداره ناس كسبان بتشتم خسران بتشتم ناس انا بحس ان هي ناس ماجوره مش بالتاكيد مش زملكاويه بجد مش بهزر وعندك مشكله ثانيه اللي انت بتتكلم في معارضه غريبه يعني انت اصلا النادي الاهلي بشكل واضح كده ما بتلاقيش مثلا فرقه خسرت الدوري وسنه واثنين وافريقيا السنه اللي فاتت خسرت كل حاجه ما حدش بيتكلم والناس بتدعم الاداره انت الطبيعي بتاعك كده ده انت اصلا عندك اداره معلش مع احترامي انت بتتكلم مع نادي انت كنت بتاخد 5 و6 مليون جنيه قبل كده ايام الاستاذ ممدوح عباس رعايه في سنه دلوقتي انت وصلت اللي انت بتمشي مع النادي الاهلي كتف بكتف بتاخد كل حقوقك كامله اتحاد كوره بيعمل لك حساب لما حصل لك مشكله ورغم هي انا كنت شايف ان هي مغرضه ومقصوده
في عدم قيد اللاعبين طريق النادي راح وقلب الدنيا وما سكتش في ايام قليله خلصت الازمه. انت مستني ايه؟ لازم الجماهير كلها يا كابتن خالد تلتف حول النظر، لازم رموز النادي ولازم نوقف عليها. بص كل نجوم النادي هو اللي عمل اسمهم، هو اللي مخليهم شغالين في قنوات، هو اللي مخليهم شغالين مدربين في انديه، هو اللي مخليهم عايشين في الحياه بشكل عام. واسم النادي طول ما اسم النادي كبير انت هتبقى كبير في كل مكان بتاعك. لازم تبقى ورا اداره النادي وورا النادي بشكل عام. صحيح. ومعلش انت بتتكلم في اداره النادي قويه، انت برضه مش معلش انت مش عندك واحد تافه رئيس النادي، لا ده انت عندك رئيس نادي هو مستشار مرتضى منصور، احدى الشخصيات المهمه في تاريخ الكره المصريه، في تاريخ الرياضه المصريه خلال السنين اللي فاتت. وهو شخص قوي وبيتعمل له استبداء، لا دي حقيقه بجد والله العظيم مش بنجاني. شخصيه كمان سياسيه و شخصيه سياسيه وشخصيه عامه قانونيه تمام كده. يعني انت عندك يعني طبيعي جدا ان انت تقف تلتف حواليه وتقف وتدعمه، ده الطبيعي جدا. لكن انت تلاقي ناس ماجوره او ناس مغرضه، انت عندك مشكله شخصيه مع مستشار مرتضى منصور خد موقف زي ما انت عايز، لكن ما تحاولش تكسر في الكيان اللي احنا كلامنا نقعد نقوله. بس خلاص احنا مش هنتكلم فيه مع استاذ ممدوح عباس لان هو واضح احنا خلاص واخد الموضوع قرار عنده، بس خلاص هو دوره انتهى بازمه الحجز دي، خلاص مش هتاثر على النادي خلال الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله. هو بيتقال لي كمان خلال الويك اند اللي فات كله وصلت الاشتراكات في اليوم 3.5 مليون. ده حصل. خليني بس حاجه رائعه بس ما ينفعش لازم اطلع على التقرير. طيب ماشي. هنطلع لتقرير مع اعضاء الجمعيه العموميه المحترمين اللي لبوا دعوه رئيس نادي الزمالك للوقوف بجانب نادي الزمالك في المحنه اللي مر بيها الماليه، وكل يوم بيجوا بيدفعوا الاشتراكات لدرجه انها وصلت ل 3.5 مليون دفع اشتراكات يوميا. ثقه بالضبط. نروح نتفرج على هذا التقرير مع اعضاء جمعيه عموميه ونرجع نكمل حوارنا مع الصحفيين المحترمين. يلا بينا. رأي حضرتك ايه في تخفيض سعر ضم العضويه لنادي الزمالك؟ بصراحه ده حاجه كويسه جدا وجميله جدا، ومن ضمن الحاجات الجميله اللي عملها سياده المستشار ان بيريح الاعضاء قدر المستطاع ويجمع شمل الاسره مع بعض، سواء الاباء مع الابناء مع الاخوه مع الاخوات، وحاجه كويسه جدا. ما اعتقدش ان في حد تبادرت الى ذهنه الفكره دي في النوادي كلها الرياضيه في مصر الا سياده المستشار مرتضى منصور. فكره جميله ونهنئه عليها، ويا رب دايما من تقدم من حسن الى احسن، وربنا ينصره ان شاء الله. بندعي له والله والله والله، مش عشان بسجل معاك، انا بحلف بامر الله. الراجل ده بيعجبني تصرفاته ودماغه. حلو جدا طبعا، خصوصا ان ابني قرب يتجوز وهيقدم وثيقه الزواج عشان مراته، حلوه جدا لمصلحتنا يعني. اه طبعا من 30 ل 6. من ساعه المستشار ما جه في النادي هنا، وزي ما انت شايفه في طفره كبيره جدا في الانشاءات وفي حمامات السباحه في كل حاجه. طبيعي يعني لازم نيجي نفصل عشان خاطر اعمل ادويه لي انا وعيالي. طبعا فرق كبير جدا، 6000 جنيه من 30000 جنيه طبعا فرق كبير جدا يعني. طبعا وبنشكره بصراحه يعني، هو غير العهود اللي فاتت دي كلها بصراحه. لا تمام الصراحه، السعر كده بقى مناسب لكل الناس يعني، بقى حلو. لا اختي بقى عامل لها فصل يعني. احنا شاكرين جدا 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 لتخفيض المبلغ بمبلغ يعني زهيد، من 30000 لحوالي 6000 جنيه، فده مبلغ الحمد لله كويس جدا، وده هيساعد اللي عنده اب ينزله، اللي عنده زوجه ثانيه ينزلها، اللي عنده اخت ينزلها، فالحمد لله دي حاجات متيسره كويسه جدا جدا، وربنا يا رب يوفق نادي الزمالك. ورجعنا لكم مره اخرى. طيب انا عايز الناس تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي حالا. كهربا وانسحبنا من السوبر وزي ما انتوا فاكرين يعني، وساعتها المستشار عادل الشربجي قال لك انا مش هعرف اخد قرار، ولجأنا للمحكمة المدنية وتوقف 12 ماتش، وبعد كده المحكمة قالت يعني عملت جلسة للاستماع، وبعد كده الجلسة الاستماع تم تأجيلها ل 25/6 يعني تقريبا بعد 6 ايام من دلوقتي اول هيكون يعني للحكم بقى. هتقول ليست ذات اختصاص، المهم في النهاية لابد ان يوم 25 ما يطلع الحكم، يوم 26 هيجتمع المستشار عادل الشربجي عشان يتخذ قرار بإيقاف كهرباء. إيقاف بقى 12 ماتش، 12 8 ماتشات 6 ماتشات على حسب ان هو هيخفف، وده يعني ده مؤكد 1000000% ان هو ده التوجه العام عند المستشار عادل الشربجي، يعني انه يخفف، وكمان هيخفف الفلوس اللي هي المليون جنيه. خلاص فهيتم ايقاف كهرباء 6 ماتشات، ده كده كده ايه في الدوري ايه المحلي. طيب الدنيا قامت وما عادتش، وانتم ما عندكوش فكره، وكهرباء مش هيتوقف، والاهلي عمره ما هيسيبه، والاهلي ما بيسيبش ابنائه، الكلام الكبير اللي اتقال ده. في النهايه كان في حكم ان كهرباء لازم يدفع فلوس خلال شهرين، ده الا هيتوقف.
فربنا كرم كهربا بالشغل القانوني كده وخلى بدل شهرين، لا كمان ده انا بعد شهرين بعت لك الحيثيات فاديك شهرين كمان. فالنادي الاهلي وكهربا المفروض كان يدفعوا الفلوس خلال شهرين، فخلص الشهرين فزادوا شهرين، فابتدى الاهلاويه يتريقوا، يعني ما اعرفش يتريقوا على ايه، يعني اللي هو ايه قدامنا شهرين كمان. وكان كهربا قبل كده اتوقف ست شهور والنادي الاهلي رجعه من الاحتراف من تركيا وما كانش لسه لعيب مؤثر ولا بيجيب اجوان ولا خد بطولات مع الاهلي ولا لعيب مهم في الفرقه، فالنادي الاهلي سابه يتوقف وابتدى راح يجيب سافيو بقى وشادي ويدفع فلوس بالملايين وبتاع، لكن كهربا مش مهم. كهربا بقى مهم، فالطبيعي والمنطقي ان كهربا بقى مهم وراح منتخب مصر وخدوا بطوله افريقيا وبتاع، لا يمكن النادي الاهلي يسيب الاربع شهور يعدوا وما يدفعش الفلوس. لا ده كهربا ما دفعش والاهلي ما دفعش، وابتدى جمهور الزمالك يقول ايه القصه، الاربع شهور عدوا، ده كان المفروض ما يلعبش ماتش الوداد، لا ده هيلعب ماتش الوداد، طب الزمالك هيشتكي امتى؟ طبعا الزمالك ما بيشتكيش الا في الوقت المناسب وامتى وليه، وده قرار مجلس اداره لا يتدخل فيه ناس في السوشيال ميديا كده يقعدوا يتكلموا كلام هما مش فاهمين اي حاجه ولا عارفين اي حاجه موجوده جوه المطبخ ولا عارفين التوجه العام ايه ولا عارفين ظروف الشكوى ايه ولا عارفين الدنيا رايحه لفين. وبالتالي نادي الزمالك هتسمعوا خبر مهم جدا عن قصه كهربا ونادي الزمالك يوم الخميس القادم باذن الله، يوم الخميس القادم باذن الله. هو كده كده كهربا موقوف بعد يوم 25/6، يوم 26 مستشار عادل الشربجي تاني يوم على طول هيعمل اجتماع هيوقفوا اقل حاجه، اقل حاجه يوم ما ربنا يكرمه يعني ست ماتشات، تمام اقل حاجه خلاص. وبالتالي هو كده كده الدوري الاهلي فاضل له بتاع 10 ماتشات في الدوري تقريبا او اكتر، لسه ما لعبش الدوري كله تقريبا لانه تاجل له كل الماتشات اللي في التاريخ. هو 27 وهم 34 اسبوع وفاضل له 7 ماتشات. لا 7 ماتشات ايه؟ النادي الاهلي لعب 24 فاضل له 10 ماتشات، 10 ماتشات غير ان فاضل له ماتش في الكاس ادي 11 مباراه يعني، وبالتالي هيتوقف من ال 11 دور على الاقل 6 خلاص؟ وبالتالي انتظروا يوم الخميس القادم قرار مهم من اداره نادي الزمالك وقرار مهم هيعلن عنه في موضوع كهربا اللي هو مستمر بقاله أكتر من 3 سنوات، بقاله أكتر من 3 سنوات، ده غير طبعا إيقاف كهربا المحلي بسبب ما فعلوا في مباراة القمة، واللي هيتم حسم هذا الموضوع قبل آخر الشهر بقرار من لجنة الاستئناف بعد حكم المحكمة اللي هيكون يوم 25/6 بإذن الله. ده موضوع. الموضوع التاني موضوع شكوى ممدوح عباس ان نبيل عماد دونجا بيتقاضى 120 مليون جنيه في عقده، يعني معنى كده ان الزمالك ان دونجا بيتقاضى ما يوازي 30 مليون جنيه في السنه، 120 مليون جنيه عقده 4 سنين صح؟ طبعا طبعا استاذ ممدوح عباس القرارات اولا قرارات العقود دي ما فيهاش شكوى قانونيه، لان اي حد ممكن يتعاقد مع اي حد باي مبلغ، مش دي القصه، ده ما فيهوش خطا قانوني يعني، لكن في خطا كارثي من واحد زملكاوي بيوقع النادي. انا دلوقتي كرئيس نادي اسبق وعندي عداوه ومشكله وقضايا مع رئيس نادي الزمالك الحالي المستشار مرتضى منصور، فما اقول كلام زي ده فالكلام ده يوصل لمين؟ للعيبه، فاللعيبه تقول يا نهار ابيض نبيل عماد دونجا بياخد 30 مليون وانا باخد 6 وانا باخد 7 ليه يعني؟ ويعمل مشكله ويخرب اوضه اللبس ويوقع نادي الزمالك ويكسر في اللعيبه ذهنيا وتركيزا ونفسيا وماليا وكل حاجه، ويبتدي الزمالك نتائجه تتنيل بنيله وكده يبقى الناس مبسوطه. الحقيقه ان نبيل عماد دونجا زيه زي اي حد جه هو بمبلغ مالي، هو وعمر جابر، ومش مبلغ مالي كبير يعني، والاثنين كانوا بيلعبوا منتخب مصر، لدرجه ان نبيل عماد دونجا اتعور في منتخب مصر. نبيل عماد دونجا بيتقاضى ما يوازي 7 مليون جنيه في السنه، وليه امتيازات اخرى لو تخطى عدد
75% وشويه امتيازات تبقى في العقد كده يزيد مليون او مليون ونص. يعني كل ما يتقاضاه في اربع سنين ما يوازي من 30 ل 31 مليون جنيه. تمام؟ يقوم استاذ ممدوح عباس يخليهم في الاربع سنين بياخدهم في سنه. ده مش ده بتاع اجوجو؟ تخيلوا تخيلوا مع ان الاستاذ ممدوح عباس هو صاحب اعلى مبلغ مالي جه للاعب كره القدم في بدايه الالفيه الثانيه وهو اجوجو ربنا يرحمه يعني ويغفر له. واعلى مبلغ اعطى للاعب مصري كان برضو ايام الرخص الاستاذ ممدوح عباس. ورحل الاستاذ ممدوح عباس وهناك كم من القضايا والاموال التي لم تدفع لكل اللاعبين محليين واجانب لدرجه ان تم دفع لا يقل عن 200 مليون جنيه اموال لمدربين رحلوا بدون تصفيه يعني او توافق للعيبه رحلوا، ولدرجه ان الزمالك بعض اللعيبه المصريين قعدوا 3 سنين لا يتقاضوا اجرهم، ولدرجه ان فريق كره اليد كان نازل درجه تانية لولا مباراه اخيره لعبها تقريبا مع 6 اكتوبر ولا ما كانش مع مين مش فاكر حاجه زي كده، واستطاع انه يفوز وقعد في الدوري الممتاز بسبب ان معظم لعيبه احمد الاحمر بقى وكل اللعيبه الاساطير دول سابوا الفرقه ومشوا لان ما فيش فلوس. اللي راح احترف في الجيش القطري، اللي راح احترف في الوكره، اللي راح احترف في الامارات، اللي راح احترف في اوروبا وسابوا الفرقه وهجوا لان مفيش فلوس. فيا جماعه يا محترمين يا زملكاويه يا ما يقال عنكم انكم زملكاويه، ارجوكم كفايه عبث ولعب بنادي الزمالك هذا الكيان الكبير اللي بيشجعه ملايين، كفايه بقى هد وحفر في نادي الزمالك وتوقيع لنادي الزمالك، كفاكم بجد والله العظيم. القصه يا جماعه انا مش هنا، انا هنا مش محامي المرتضى منصور، انا هنا مش بهز راسي المرتضى منصور، انا هنا مش بدافع عن مرتضى منصور، انا هنا في قناه نادي الزمالك بدافع عن نادي الزمالك، بدافع عن اي رئيس يمسك نادي الزمالك ويعمل نجاحات. نادي شاء من شاء وابى من ابى. راجل فتح قناه لنادي الزمالك، راجل بنى النادي، راجل بيبني النادي الجديد، راجل جاب لنا صفقات كويسه، جاب لنا بطولات بعد 10 سنين عجاف، تتفق معاه تختلف مع شخصيته، انا اتخانقت معاه قبل كده، اتفقت معاه، هتخانق معاه تاني. القصه مش عداوه شخصيه ولكن القصه هي حمايه مجلس اداره واداره بتعمل من اجل رفعه وكيان النادي، وفي المقابل ادارات سابقه بتعمل من اجل توقيع ونادي الزمالك بسبب عدوات شخصيه. استاذ عبد الشافي انت جيت على الجرح يا كابتن خالد. انا اللي بيعمله الاستاذ ممدوح عباس ده تخريب وهدم رسمي، تخريب وهدم رسمي. هو بيتكلم على اهدار مال عام، بيتكلم بكل مقدم بلاغات، النهارده مقدم بلاغات جديده الاستاذ ممدوح عباس يخرب في نادي الزمالك. طيب مين اللي حجز على اموال نادي الزمالك؟ حجز وقضايا. مين اللي حجز على اموال نادي الزمالك علشان الزمالك ما يعملش صفقات شتويه؟ ممدوح عباس. مين اللي بيرفع قضايا على نادي الزمالك؟ الاستاذ ممدوح عباس. وانا اتكلمت قبل كده، المستشار مرتضى منصور قدم لك اخلاق الفرسان وانت موجود، وكان مجلسك طلع لقرار بحله ببطلان الانتخابات، وقدم لك باخلاق الفرسان وفر الاستقرار، وانت طلعت اتكلمت وقلت ان المستشار مرتضى منصور دفن كل القضايا لاجل الكيان. طب انا اسالك استاذ ممدوح، هو فين الكيان بالنسبه لك؟ فين الكيان بالنسبه لك؟ طيب انت طلعت تتكلم على اهدار مال عام وتتكلم على عقود لعيبه عشان تضرب اوضه اللبس، طب ما حدش كلمك على اجوجو اللي حضرتك جبته صفقه انا شايفها شو اعلامي اللي جاب السياره الفارهه اللي جاء بيها وكان يسهر ولم يلعب مع نادي الزمالك الا 11 مباراه، وتكفل المستشار مرتضى منصور بدفع كل الاموال لاجوجو عشان ينهي مشكلته عشان في كان واقف قيد وعقوبات ضد نادي الزمالك. انت عارف اجوجو كان ياخد كام يا كابتن خالد؟ 350 الف يورو، اعلى رقم في الدوري المصري. 350 الف يورو اياميها بقى ماشي بدايه الالفيه. طيب الاتحاد الدولي حكم له بكام؟ بمليون و200 الف يورو بالاضافه لثلاث سنوات التعاقد بتاعه مع نادي الزمالك. ده مش اهدار مال عام يا استاذ ممدوح؟ طيب ما هي معايير اهدار المال العام من وجهه نظرك؟ ما فيش معايير.
لان ده اليات سوء بتحكم المساله دي. طب اللاعب دونجا ده اللي جاي لعب في نادي الزمالك لعب ولا ما لعبش؟ لعب. الجمهور شافه ولا ما شافوش؟ يبقى فين من اهدار المال العام؟ حضرتك انت تعبس في نادي الزمالك، تعبس في نادي الزمالك. فالمفروض انا عندي احصائيه يا كابتن خالد لازم اقولها، 17 لاعب جابهم الاستاذ ممدوح عباس لم يسدد مستحقاتهم، والذي سدد مستحقاتهم 300 مليون جنيه للمستشار مرتضى منصور. 17 لاعب اجانب ومصريين 350 مليون. انا احصائيات عندي ماشي. ما يوازي 350 مليون. انا بقول لك على فكره لعيبه ومدربين. ده على سعر الدولار القديم ولا دلوقتي؟ ده لو حسبناه على سعر الدولار دلوقتي هيبقوا ضعف. يا خالد سيبك من كاجودا والناس اللي جابها، فاكر كاجودا؟ طبعا كاجودا. ماشي، انا هقول لك الاسماء ال 17. طبعا قلنا اجوجو، مارك امبوا، كينج ساني، فاكر الدبابه كينج ساني؟ والله ما فاكر، والله في اسماء مش فاكرها والله. خالد سعد اللي قالوا له قدم شكوى، فرج شلبي، سيد مسعد صاحب ابو الشعر الاحمر ده خد مطوه وما لعبش، تبع يعني جه برضه اتعزل، وسعيد قطه، واسلام عوض، ورحيم ايو، فاكر رحيم ايو؟ رحيم ايو اخو اندريه ايو، ابن عبيدي في صالح سدير، صالح سدير العراقي، يامن بن ذكري، وسام العبدي، وسام العبدي تعاقدوا معاه سنه 2007 لكن ما لعبش، عارف ليه؟ كل دول كان ليهم فلوس وما خدوش. طبعا في ريكاردو البرازيلي ما انا هقول قايل الاسماء اهو. ما لعبش ليه وسام العبدي؟ عشان محمود فتح الله موجود وكان في منتخب مصر، وعمرو الصفطي ماشي، لكن هو عاوز يعمل صفقات وغرق بيها نادي الزمالك في الديون والفلوس دي. الفريد موالي، فاكر الفريد موالي؟ ما حدش شافه. اديسون سوزا، انت شفته؟ والله ما فاكر الناس دي. ريكاردو البرازيلي اخر واحد يمكن من العراقيين، كان عماد محمد اللي طفش من النادي عشان ما خدش فلوس ورفع قضيه بعد كده. ده 17 لاعب انا رصدتهم للعشريه السوداء للاستاذ ممدوح عباس. لما تيجي تتكلم على الشفافيه يبقى نتكلم نقول المستشار مرتضى منصور اهدار المال العام، يبقى انت اول واحد تتحاسب على اهدار المال العام. طيب هنطلع لتقرير ونرجع نكمل حوارنا مع مصطفى الفخراني واستاذ عمر ايوب، ننهي حوارنا مع مصطفى الفخراني وعمر ايوب، يلا بينا. لا بصراحة النادي من غير المستشار مرتضى يعني هيبقى في النازل خالص. ارجع لتاريخ نادي الزمالك، متأسس سنة 1911، قبل ما يجي مرتضى منصور كرئيس نادي في 2013 أو 2014 تمام، نادي الزمالك كان يعني صرف اللفظ كان سيء جدا كنادي اجتماعي وإنشاءات، وعشر سنين ما خدناش الا بطوله كاس مصر، والاهلي ما فزناش عليه الا في الدوري. لا في عهد مرتضى منصور انت بتتكلم في 14 بطوله داخل كره القدم غير الالعاب الصلاه. لا مرتضى منصور بصراحه يعني مش هتكرر تاني. هو اللي عامل لنا الحلو كله وما نتحرمش منه، بس نفسي اتصور وياه. عايزه تصوري معاه؟ لما يجي النادي اكيد لو شفتيه اكيد هيتصور. ربنا يخليه لنا، سامعك دلوقتي، ربنا يخليه لنا يا رب، عامل لنا حاجات حلوه وده من غيره ما نسويش حاجه. الايام اللي مشيه النادي خرب. هتقولي له ايه بقى؟ اقول له ربنا يخليك لنا ويكفيك شر اولاد الحرام. شكرا. ويكفيك شر اللي يأذيك ويطول عمرك. طبعا حضر العهد النادي او ثلاث عقود من النادي لازم يعرف الفرق بين النادي زمان والنادي دلوقتي. طبعا الرؤى العين كده لما بتيجي تشوف النادي ايجابياته في كل المجالات، ثقافي اجتماعي، يعني في جزء خفي الناس مش شايفاه، مرسى مطروح مصيف، يعني الناس بتعمل عليه قرعه من كتر الاقبال الاعضاء الجمعيه العموميه. النهارده في صفقات جديده بتبرم في الوقت الحالي، في ارض اكتوبر بتتبني، يعني انت كمان مستقبليا انت بتشتغل. اللي فات طبعا بيتحدث عن نفسه، النادي دلوقتي خلاص انت شايف دلوقتي النادي النهارده وسط الاسبوع والنادي شايف الاعداد الرهيبه. في عهد المستشار مرتضى النادي بيبقى مختلف. طبعا ده اختلاف كل يوم، نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور، مستشار مرتضى منصور هو نادي الزمالك، هي علاقه سبب ومسبب، مستشار مرتضى منصور موجود، نادي الزمالك موجود. بنقول شكرا لسياده المستشار ومبسوطين جدا ان احنا يعني ان انت على طول موجود معانا هنا في نادي الزمالك. ان شاء الله تفضل على طول. اكتر حاجه انت حاسس الخدمه انت بتحبها هنا في النادي او النشاط موجود انت بتستفاد منه كعضو يعني؟ لا كل حاجه، كل حاجه كفايه. كفايه البسين، كفايه الخدمات اللي موجوده، ان الواحد ما بيضطرش ان هو ياخد الاولاد بره، كل حاجه موجوده هنا. بصراحه هو عمل حاجات كتيره في النادي وزود حمامات سباحه، وبصراحه مهتم بالدنيا والناس شغاله كويس اللي معايا. وجوده بيفرق معاكوا كاعضاء؟ طبعا بيفرق، لما بيكون موجود طبعا الدنيا كلها بتبقى ماشيه مظبوطه،
يعني كله شايف شغله الدنيا، بنعرف ان هو موجود. يعني اقول له بصراحه ربنا يخليك لينا وما تفكرش تسيبنا، انت ظهر وسند. انا اكتر واحده ببقى مبسوطه من وجوده، لان فعلا وجوده حسسنا بجد بالامان. الفتره اللي هو موجود فيها نظافه وحاجات عملها لنا، والبسينات وحاجات عملها لنا للاولاد كتيره كويسه. فانا بصراحه بقول له ربنا يخليك لينا وتفضل معانا دايما على طول. اقول له احنا طبعا في ازهى عصور المستشار هنا بنشوفها في النادي. بصراحه انا عضو من 40 سنه ما شفتش اي حاجه من دي حصلت قبل كده في النادي. ايه الفرق بين عهد المستشار مرتضى وعهد العهد السابق بقى؟ يعني العهد السابق كان عباره عن دي غابه وشجر وجناين، لكن دلوقتي بقى في حمامات سباحه على اعلى مستوى، نادي بسيب ولادي وبروح شغلي وباجي اخدهم لو بابا مطمئن عليهم، وهو موجود انا ببقى مطمئن. المستشار مرتضى منصور مش موجود ما بقاش مطمئن خالص. تقول له ايه بقى؟ انا بقول له احنا معاك يا سياده المستشار وفي ظهرك، وانت راجل بتحب ناس الزمالك عشان كده احنا كلنا بنحبك. وانا اللي بيسالني بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ انا بقول له انا مرتضاوي. والله اول حاجه اقول لسياده المستشار كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد ميلاده، وربنا يخليه رمز النادي الزمالك. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم على اللي هو عامله، يعني لو الناس جت شافت نادي الزمالك عامل ازاي دلوقتي، فعلا نادي نظيف يستحق كل تقدير واحترام. الناس كلها منضبطة هنا، بنقدر نسيب ولادنا يمشوا براحتهم والبنات يتحركوا براحتهم، وفي أمن وأمان في النادي، ودي حاجة كويسة جدا. وإحنا بنشكر سيادة المستشار عليها، وإن شاء الله بنتمنى له التوفيق، وبنتمنى النادي الزمالك يعدي من أي مشكلة بتواجهه إن شاء الله الأحسن بإذن الله. أنا قلت قبل كده أن المستشار كان معاه شوية خشب عمل بيهم سفينة كبيرة، جاب عليها معدات من دول تانية، من مغرب قبل كده جاب لنا بن شرقي، ومن تونس جاب لنا ساسي، ومن كل دولة بيجيب لنا حد وبيكون بقية السفينة ومشي بيها. ولما وقف في نص الطريق وشالوه، احنا جربنا السنة وشفنا النادي كان عامل ازاي، شفنا كان ايه اللي بيحصل في النادي، وشفنا النادي الزمالك عموما مشي ازاي او وقف ازاي، ولما رجع مشي ازاي. في اختلاف طبعا طبعا. ادخل المبنى الاجتماعي، ادخل اي حديقه من المعمولين، اتفرج على المناظر هنا بيبقى عامله ازاي، والناس تبقى موجوده ازاي، والشكل العام بيبقى موجود ازاي. فهو مش مزايده على اللي بيحصل، ولكن الراجل ده شغال، الراجل ده فعلا بيتعب. احنا شايفين المستشار بيحاول يعمل صفقات جديده مع لعيبه للفريق الكبير في فريق كره القدم. احمد مرتضى مش مقصر في ان هو يجيب صفقات للالعاب الاخرى، يعني كلها شايفين الحمد لله بطولات بناخدها. حتى لو وقفنا موسم، احنا عارفين احنا وقفنا الموسم ده ليه، كل جمهور الزمالك فاهم احنا وقفنا الموسم ده ليه او ايه اللي عرقلنا الموسم ده. فاحنا مش هنزايد على اللي بيعمله المستشار، ومش احنا مش بنزايد على وجود حضرتك، ولا بنقول حاجه انت ما عملتهاش. انا نفسي كل جمهور الزمالك يدخل نادي الزمالك يتفرج انت عملت ايه. ورجعنا لكم مره اخرى. طيب نروح لمصطفى الفخراني، كان عندك رؤيه كده. طبعا ربنا يحفظ نادي الزمالك وجمهوره واعضاء الجمعيه العموميه، ربنا يحفظهم يا رب، ويحفظ النادي دايما ويخليه في احسن صوره باذن الله، في وجود طبعا رئيس نادي الزمالك الشهر مرتضى منصور باذن الله. اتفضل. دايما بنتكلم برضو من خلال المواضيع فيها وثائق وفيها ادله، مش حته المستشار مرتضى منصور جاب لكم احسن لعيبه احسن مدربين. الكلام في العموم دوت برضو في ناس من المغردين بيقعدوا يتريقوا، يعني تمام. انا ما بحبش دايما، انا احب اقول له واحده واحده، لو تقدر تنتقد كلمه لو انا غلطت فيها. هنجيب بس، انت جايب صور للمدربين اللي جم في الفتره الاخيره اخر 7 أو 8 سنين. ده صوره مثلا لاسوري المدرب الحالي، من عباقره المدربين، مع طبعا ارتيتا اهو، مدرب ارتيتا وجوارديولا نمره 1 و2 في الدوري الانجليزي، مان سيتي وارسنال. فهو احنا مش جايبين اي حد، ما بنجيبش اي سي في. لو نكمل بعد كده هنلاقي جروس، ده صور ده فيريرا طبعا مع مورينيو، واستاذ مورينيو طبعا بيقول عليه البروفيسور مورينيو، لما يقول عليه البروفيسور ده كان مدرب الزمالك اللي واخد 2 أو جايب 3 دوري يعتبر. في بعد كده اهوت ده ماكلش، حتى اللي جبناه مساعد اليكس فيرجسون ومدرب منتخب اسكتلندا. ماكلش ده جه درب الزمالك فتره، وجف 3 ايام لما استاذ امير راح جابه على طول. يا ريت نكمل معاه برضو. ده طبعا جروس، وكان ده على فكره كولر مدرب النادي الاهلي، كان لعيب في سويسرا، كان لعيب في سويسرا، وبعد كده بقى مساعد لما بطل على فكره، بقى مساعد لجروس. فهو تمام. هو مساعد جروس، وجروس طبعا خد معانا الكونفدراليه. طبعا
ده فيريرا مع سير أليكس فيركسون. دي الأسماء اللي بترفع من أداء اللاعبين وبتطور الكرة المصرية. دي بص دي فيريرا كمان من ضمن عظام أفضل 20 مدرب على مستوى العالم. أوروبا لا دي أوروبا ده الاتحاد الأوروبي. ما فيش لاتين هناوات كلهم هناوات من أوروبا. وكان جروس لي في جزء من الصورة دي موجود جروس وموجود فيريرا. عايز أقول مثلا تشكيل المنتخب الثاني كان فيه محمد صبحي وفتوح. لو بصينا لعلي جبر وياسر إبراهيم أصلا ظهروا على من الزمالك أو وصلوا المنتخب من الزمالك. زيزو موجود، كهربا وصل للمنتخب من الزمالك، مصطفى فتحي دول كانوا في التشكيل. حتى اللاعبين الزمالك عليهم اللي كان محمود حماده او مروان عطيه او عمر كمال عبد الواحد دول برضو من اللاعبين. لما يرجع الاساسي هيبقى فيه الونش ربنا يشفيه من الاساسيين، طارق حامد من الاساسيين، مصطفى محمد من الاساسيين، امام عاشور بقى من الاساسيين. فده اللي حصل لمنتخب مصر. ما احنا دايما بنتكلم ان ايه المسابقه اللي بتتطور عشان خاطر منتخب مصر في الاخر يلاقي عناصر. يبقى احنا كنادي الزمالك في الفتره الاخيره كمدربين ولاعبين قدرنا. يبقى ده في شغل بيتعمل صح، مش يبقى حد يجي يقول لك احنا عايزين لا، المجلس الاداره قدر يجيب اصناف من المدربين واللاعبين في كل الالعاب احنا شفناهم. بقول لك ايه، انت نسيت اوجوستي. ايه اوجوستي بوش. ما اوجوستي بوش هو مين كان مدرب سله الزمالك ومين اللي خده الزمالك الاهلي؟ نسيت اقول برضه حاجه، بس بيفاوضوه هو محمد صلاح اللي رفضه ممدوح عباس. دي اكبر جريمه يعني فنيه. انا كنتش عايز اتكلم على ممدوح عباس، يعني اتكلمت عليه كتير قبل كده، لكن هو يعني اول مره اسمع موضوع عباد نبيل دونجا ده. بس يعني رفع قضيه وبيقول لك عقده 120 مليون جنيه في السنه في الاربع سنين. بص كابتن خالد، انا بحكم ان انا يعني نادي الزمالك على طول ومن صغري ومتواضع وكده، هو قعد سنين في نادي الزمالك لم يفعل شيء. ما كانش فيه نادي ولا كان فيه بوابات ولا كان فيه سور ولا فيه ملاعب ولا فيه اي حاجه. اساس النادي كان هو اصلا في اسبانيا ولندن. بص واحتراما للسن، بس انت مالكش اصلا، يعني مش عايز اقول لك حافظ على رصيدك، هو ما عندوش رصيد عشان يحافظ عليه. انت عندك مشكله ما هوش مرتبطه بسور ماشي، لكن ما تقعدش تضرب في النادي وتضرب في الفريق عايز تهدم الكيان. لا ده صدقني المنافسين ما بيعملوش اللي انت بتعمله. تمام استاذ عبد الشافي، عايز تقول كلمه اخيره؟ قدامي دقيقه. دقيقة بس يا كابتن خالد، عاوز اتكلم على المستشار مرتضى منصور لما شكر اعضاء الجمعية العمومية. لما وجه لهم الشكر فعلا كانوا استجابوا لدعوته، ودلوقتي وصل اليوم 3 مليون جنيه. فدايما بيشيد بالجمعية العمومية، ودايما الجمعية العمومية سباقة وبتسمع النداء. عمر المستشار وهي بتتقبل تتقبلت دعوة المستشار، تتقبلت دعوة المستشار، بتثق في وجوده. لان الجمعية العمومية تثق في وجود المستشار مرتضى منصور. اي حد يقول لهم انت فاكر الحسين لبيب لما خد قرض على 70 مليون على العضويه، ما حدش راح دفع لانه لا يثقوا فيه. ليه؟ عشان قال لهم انا لا اتعامل مع اعضاء الجمعيه العموميه. طب انا راح ادفع لك ليه وانت ما تتعاملش معايا؟ فاستجابه لدعوه المستشار مرتضى منصور، وهو شكرهم بنفسه وكل يوم يوجه الشكر لاعضاء الجمعيه العموميه. تمام، شكرا جزيلا استاذ عبد الشافي صادق. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا استاذ عمر الايوبي. شكرا جزيلا مؤرخ الزملكاوي مصطفى الفخراني. شكرا لكل الزملكاويه المحترمين اللي مسهرينهم كل يوم معانا على قناه الزمالك وبرنامج زملكاوي. بكره حلقه جديده من برنامج زملكاوي، تصبحوا على الف مليون خير.